السلام عليكم، صباح الخير، صباح الجمال والسعادة، صباح الحب والسلام. النهاردة يا جماعة حابب إن أنا أتكلم معاكم عن موضوع أظن إنه من أهم الحاجات اللي المفروض إن الشخص ياخد باله منها. هو موضوع متعلق بالصحة. كلنا بنشوف شخص ما نقول إن نام زعلان، صحي عنده السكر، جاله دور نكد، جاله الضغط، حصل أي شيء، ضغط نفسي نتيجة لفقد عزيز أو لأي مثلا شيء بيفتقده في العمل أو في الحياة الشخصية أو العائلية، جاله لا قدر الله مثلا ذبحة. عاوز حاجة ناخد بالنا منها، وهي إن الحاجة اللي حصلت دي اللي هو دور النكد أو حالة الوفاة أو الفشل في شيء معين، ما هو إلا القشة التي قصمت ظهر البعير. ايه حكاية القشة اللي قسمت ظهر البعير دي؟ لما نحاول نفهم المثل ده، المثل العربي ده، هو عبارة عن بيقول لك ايه، يعني ان انت عندك بعير، عندك جمل او ناقة او حصان، وبتحمل على ظهره حاجات كتيرة. فحطيت مثلا اول 20 كيلو، البعير قادر انه يشيل، حطيت 50 كيلو قادر انه يشيل، بعد كده حطيت 100 كيلو، فهو خلاص بقى مش قادر انه يشيل اكتر من كده، ولكنه لسه ماشي يعني. وبعدين سيادتك تقوم جاي حاطط مثلا كمان 1 كيلو بس، او الشاية. هنا بقى، هنا المثل بيقول كده، انك لما تيجي تحط الشاية واحدة بس اللي هي تكاد تكون ملهاش اي وزن، وتكون الشاية دي هي الحد الاقصى فوق الاقصى اللي يؤدي الى كسر ظهر البعير. وده نفس اللي بيحصل معانا في حياتنا، ان البني ادم بيفضل يحمل على صحته سنين طويلة، بيخطئ في حق نفسه فترات طويلة جدا، سواء بالأكل اللي بياكله، سواء بالإجهاد اللي بيجهده لنفسه، بقلة النوم، بتناول مخدرات، بشرب كحوليات، بتناول طعام غير صحي، الحاجات اللي هي المقلية والزيت فيها مقلي أكتر من مرة. وكلنا عارفين طبعا دلوقتي مضار الحاجات دي، وبقى مؤكد إنها مليئة بالبذور الحرة اللي بتسبب السرطان. طب يعني ايه؟ واحد بيروح ياكل مثلا سندوتش في مطعم، فاول ما ياكله كده يقوم جايله سرطان؟ طبعا لا، هو هيفضل ياكل مثلا من سن 18 سنه، من سن 15 سنه، من اول ما يبدا يعرف يخرج ويجري ويروح ويجي، ويمكن احيانا دلوقتي مع الحياه اللي الناس عايشاها بقى من سن من الطفوله، يعني الطفل من وهو عنده سنه، من وهو عنده سنتين يبداوا يقلوا له البطاطس في زيت ويعيدوا الاليه، واحيانا نشتري البطاطس من بره البيت مقليه جاهزه ونديها لطفل عنده سنه. وبعدين الطفل ده بقى لما يبقى عنده 20 سنة هو كمان بياكل سندوتشات من بره بلا مراعاة ايه الحاجات اللي فيها. كل الحاجات دي هي مش عاملة له اي تعب دلوقتي، ولكن مثلا بيجي يوصل سن 40 سنة او سن 50 سنة، وبعدين يجي اي دور فيه توتر او في زعل، في حزن، فيؤدي الى انه يجيله الضغط او يجيله السكر او يجيله لا قدر الله ذبحة، او العياذ بالله ممكن يجيله السرطان. هذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير. انت قعدت تحمل على جسمك سنين طويلة، وبعدين الجسم خلاص بقى بعد انت ما محمل عليه فترة طويلة جدا من الإهمال وعدم المراعاة بيحدث إنه بيمرض. نخلص من كده لإيه يا جماعة؟ إن أي مرض، أي مرض مزمن، ها؟ يعني مش مثلا مرض فيروسي أو شيء، لا، الأمراض المزمنة اللي زي الضغط والسكر وأمراض القلب وأمراض الروماتيزم والحاجات دي كلها، معظمها ما بتحصلش في اليوم اللي احنا اكتشفناها فيه. يعني مريض القلب بيكتشف انه مريض قلب بعد ما يكون بقاله 20 سنة هو بيدمر في قلبه. مريض الرئة بيحصل له التهاب الرئة او بيحصل له سرطان الرئة بعد ما يكون بقاله سنين طويلة، احيانا بتمتد ل 30 و40 سنة مثلا، هو مدخن، سواء مدخن هو بيدخن او مدخن سلبي، او بيحصل اي اشياء بتؤثر على الرئة نتيجة مثلا لطبيعة عمله او شيء من هذا القبيل. القاعدة الاساسية هنا دلوقتي ان الامراض دي ما بتحصلش في اليوم اللي احنا اكتشفناها فيه. هو مش دور برد، يعني مش دور انفلونزا مثلا، واحد عطس في وشك فانت تاخد الفيروس فتقوم يجي لك دور الانفلونزا، ده كده ده حصل في الوقت في الحال. لكن هل دور الانفلونزا ده ممكن يتطور بقى؟ طبعا، لو اهملته لفتره طويله، ولو الشخص مثلا كل شويه بياخد دور انفلونزا وكل شويه المناعه عنده ضعيفه وهو ما بيحاولش انه يقوي المناعه، ما بيحاولش انه يتعامل مع جسمه الطريقه الصحيحه اللي تدعم صحته العامه، فبالتالي بعد كده ممكن بقى بدل ما يجي له دور برد بقى يجي له التهاب رئوي، يجي له العياذ بالله الحاجات اللي كانت بتيجي زمان دي في الرئه زي الضرم او ده، فتلاقي البني ادم مر بمرض
مزمن هو كون هذا المرض خلال سنوات طويلة جدا. القاعدة الأساسية عندي إن عشان تنجح في أي شيء أنت لابد إنك أنت تعمل على نفسك، على صحتك. ما هو صحتك، الدكتور هو مجرد ناصح، هو هيديلك النصيحة وهيكتب لك الروشتة، وبعد كده انت تمشي بقى على النصائح اللي قالها لك ولا لا، ده شيء تاني. هو مش هيبقى قاعد معاك في البيت، الدكتور مش قاعد معاك وانت رايح تجيب طبق المكرونة مثلا وتاكله، وبعدين هذه المكرونة هتأدي ايه بقى جوه جسمك، دي حدوتة تانية. الدكتور مش قاعد معاك في البيت، الدكتور قال لك ما تاكلش كذا وما تاكلش كذا، قال لك لازم انك تخس مثلا علشان الضغط والسكر، لكن انت ما مشيتش على النصيحه او مشيت عليها على قد ما انت قادر، ومع فتره طويله سنين طويله هيحصل بعد كده ان يجي هذا المرض المزمن. مرض الضغط ما بيحصلش فجاه واحنا عندنا مثلا 40 او 50 سنه، لا ده هو حصل نتيجه لتراكمات طويله. مرض السكر نفس الحكايه، خاصه النوع الثاني من السكر بيحصل ايه؟ يقول لك الشخص ما تخين قوي نتيجه للسمنه، دايما يقولوا كده ان علاقه وثيقه ما بين السمنه ومرض السكر من النوع الثاني. وناس كتيره جدا يقول لك ايه، تروح للدكتور فيقول لك خس، روح الدكتور يقول لك خف الوزن. بني ادم مثلا ركبه مش قادر يمشي عليها، شفت ستات كتيره قعدوا السنين الاخيره من عمرهم 10 15 سنه من عمرهم قاعدين في البيت، ما بيخرجوش ولا بيروحوا ولا بيجوا، على الرغم ان الخلاصه كانت لو هم كانوا اخدوا بالهم ان هو وزنهم ما يتقلش قوي علشان الركب تقدر تفضل شايله الوزن، عشان الرجلين ما يحصلش فيها ورم، وبعدين يلاقوا وجع شديد جدا في الرجلين، فتلاقي الانسان او الانسانه مش قادر يمشي، فبما انه مش قادر يمشي فبقى اي اكل هياكله هيسبب سمنه، فالسمنه مع اي اكل بياكله يلاقي الضغط زاد. علاقه وثيقه جدا ما بين الضغط والسمنه وبين السكر والسمنه. ما هو القلب عاوز يضخ عشان يغذي ال 50 كيلو زياده اللي انت مديهم له دول. الخلاصه ان لو كان هذا الشخص مثلا وزنه ما زادش كان هيقدر يحافظ على نفسه من هذا المرض. ومن اهم هذه الامراض يا جماعه اللي الناس ممكن انها تواجهها، ناس كتيره جدا مش واخدين بالهم منها، احنا دايما دلوقتي الناس لما تيجي تفكر يقول لك الضغط السكر، يا عم انت عايز تنكد عليا هتجيب لي الضغط، يا عم انت عايز تعمل كذا هيجي لي هتجيب لي السكر. او الواحد يبقى خايف قوي على القلب، او يبقى خايف انه يجي له زبحه. من ضمن الامراض اللي دلوقتي بنشوفها هو اللي هي مرض الذاكره، الزهايمر. الناس دلوقتي توصل لسن السبعين والثمانين، والمفروض ان لما يوصل لسن السبعين سنة او ثمانين سنة بنشوف ناس بيوصلوا لهذا السن ومع ذلك ما عندهمش مرض الزهايمر، وناس تانية ممكن ان هم يوصلوا للسن دون او قبل كده كمان ويبدأ يظهر عندهم مرض الزهايمر. طب علشان نتلافى موضوع الزهايمر ده ضمن كل القواعد اللي احنا قلناها دي، يعني لابد ان احنا نطبق كل القواعد دي، اولا علشان صحتك العامة تبقى كويسة ومن ضمنها انك تتلافى الامراض المزمنة ومن ضمنها مرض الزهايمر اللي ممكن يصيب البني ادم، ان البني ادم دائما يكون محافظ على وزنه الطبيعي، قاعدة اساسية. الشيء التاني انه لابد ان ياكل حاجات صحية، يعني مش بس ابقى وزني رفيع. ما في ناس تقولك كده، انا يا عم انا مش تخين. تمام انت مش تخين، لكن بيدخن وبيشرب قهوة بشراهة شديدة جدا، بيشرب كحوليات العياذ بالله، ومثلا بياكل حاجات لكن هو ما بيتخنش، هو شايف ان هو كده في الامان. مش شرط، لان مش دائما المحافة هي عنوان الصحة. حاجة مهمة جدا، خد بالك انت بتحط ايه جوه جسمك، تعامل مع جسمك بحكمة، واعرف انه امانة في رقبتك صحتك اللي لابد انك هتسأل عنها، وعشان تصون نفسك لما توصل للسن الكبير ما تلاقيش نفسك بتتبهدل، مش لاقي كلمة تانية يعني، لابد انك تاخد بالك من صحتك بداية من سن الاربعين. يعني لو اهملت مثلا من العشرينات فانت خدت لك من 20 سنة لحد ما بقى عندك 40 سنة، خلاص انت بقيت راجل كبير وعاقل، فلابد انك تبدأ تاخد بالك. ليه؟ لان الالزهايمر او حالة الذاكرة او اللي هتحصل لك وانت عندك 60 او فوق الستين، يعني مش هتحصل وانت عندك 60 سنة، هي برضو هتحصل بدايتها من سن الاربعين او من قبل كده. كل اللي انت بتعمله خلال عمرك بيتكون، بيحصل تراكمات على المخ، فيبدأ المخ لما يوصل للمرحلة دي يقول خلاص جاي أنا مش قادر أشتغل. طب بنلاقي ناس تانية قادرة، ليه؟ لأن هم ما كانوش بيتعاطوا كحوليات، ما كانوش بياخدوا سكريات كتير، ما كانوش بياخدوا دهون كتير، خاصة اللي هي الدهون المضرة. زي ما قلنا الدهون دايما اللي هي في الآلية دي، يجيب زيت وحطه وقلي وكل الحاجة المقلية، كل أسف دي
اكبر حاجات بتضر الجسم، من اكتر الحاجات اللي المفروض ان الناس تتوقف عنها هي الاليه في الزيت ايا كان. اي زيت هيتسخن هيبدا يبقى فيه جذور حره. جذور حره يعني ايه؟ يعني سرطان. وبعد كده لما البني ادم يكبر في السن تؤثر بقى كمان، اذا يعني جاله العمر، اذا امتد به العمر هيبدا يظهر عنده الزهايمر. والزهايمر يا جماعه هيخلي البني ادم ما يعرفش نفسه، هيخلي البني ادم اللي انت كنت شايفه، انا شفت ده بعيني، بني ادم انت كنت شايفه بيقدر انه يحط يشيل الويندوز من الكمبيوتر ويحطه تاني ويعمل سيت اب لبرامج، وتلاقيه فجأة كده وهو في سن، بعد ما كان بيعمل الحاجات دي مثلا وعنده 50 60، تلاقي لما يوصل ال70 قاعد قدام الشاشة، قاعد قدام الكمبيوتر كأنه مش عارف هو بيعمل ايه. الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده دلوقتي مش قادر يعملها، مش بس انه مثلا يعني بينسى ومش، لا، وبعدين هيوصل لبعد كده مرحلة تانية انه هيبص يلاقي نفسه مش قادر يتحرك. الزهايمر مش بس على الدماغ، ده هيأثر كمان على عضلات الجسم، على الأعصاب، هيلاقي نفسه مش قادر يمشي، مش قادر يقوم. بعد ما بيكون قادر يروح الحمام وهو مش مركز ومش خلاص، ما احنا مش عايزين نجهده بقى في الذاكرة، بس يعني قوم روح الحمام وتعالى، بعد كده هيبقى مش قادر انه حتى يقوم يروح الحمام، وهيبدأ لابد انه يعامل زي البيبي الصغير، نحط له تاني الدايبرز، ولابد انه حد يغير له الدايبرز، ولو ما حدش غيره هو مش حاسس ومش واعي انه المفروض يغير ولا لا. واكتر من كده كمان هيوصل برضه انه يبقى مش عارف انه هو عايز ياكل ولا لا، بل على الاكتر بيجي كمان انه يجي لهم زي سدة نفس. كل ده انت ممكن انك تؤخره الى اخر فترة ممكنة، يعني بدل البني ادم ما يبدأ يعاني من الزهايمر بداية من بعد الستينات ممكن يوصل الى ال90، اذا عمل ايه بقى؟ تلافى الدهون المضرة، اكل الحاجات اللي فيها مضادات الاكسدة. اي شيء تسمع عنه انه فيه مضادات اكسدة، اي شيء يكون قريب الى الطبيعة، خضروات، فواكه، زي ما قلت قبل كده الحاجات اللي هي المجففة دي، الاعشاب، اي عشبة تحس ان طعمها مستصاغ بالنسبة لك حاول تاخدها من وانت في سن ال40 50. ال50 كمان يعتبر متأخر، يعني انا في رأيي كده، لانه بدأ يتكون حاجات خلاص وهو عايز ينظف بقى، فلابد انه ياخد كمان حاجات مركزه، يعني لابد انه بدل ما ياخد الكركم بس لابد انه ياخد خلاصه الكركم. في حاجات كتيره يا جماعه موجوده في المطبخ عندنا واحيانا بتبوظ وتفسد من غير ما نستخدمها واحنا سايبينها، وهي مفيده جدا لصحتنا، بس لابد ان احنا ناخدها كل يوم. كل يوم انت لابد انك تاخد خلطه الاعشاب، اللي انا ماليش دعوه ان خلطه الاعشاب دي هتسبب التخسيس ولا هتسبب مشاكل، لا، ولكن في العام هي فيها مضادات اكسده، هتفيد المخ، هتفيد الذاكره، هتفيد قدرات الاعصاب، هتنظف الجسم من الجذور الحره. اذا كان البني ادم حس ان عنده اي اعراض، ويستحب كمان انه يعمل نوع من التحليل، بيوصي بالدكاتره ان هو تحليل بيتعمل من القدم، يعني يشوف الدوره الدمويه في القدم، فاذا كانت الدوره الدمويه في القدم فيها مشاكل فمعنى كده ان الدوره الدمويه في المخ هيكون فيها مشاكل، وانه هيكون معرض لانه يحصل عنده الزهايمر. شيء مهم جدا يا جماعه، زي ما بقول ابسط حاجه، علشان ما يعني طبعا في حاجات تانية المفروض ان احنا نعملها، يعني في حاجات المفروض انك لابد انك تشتري مثلا حاجات مركزه. اي حد يا جماعه بيعدي ال40 خلاص الجسم مش هيقدر انه يستخلص كل حاجه. يعني ايه؟ يعني مثلا انت محتاج بوتاسيوم، علشان تاخد البوتاسيوم ده من الخضروات بس، فاولا يعني انت محتاج مثلا انك تاكل كل يوم حوالي كيلو سبانخ، طبعا ما حدش هياكل كيلو سبانخ، يمكن يكون مش كفايه كمان عشان ياخد بس نسبه البوتاسيوم اللي هو محتاجها ونسبه المغنيسيوم اللي هو محتاجها. يقول لك موجود في الخضار، اه طبعا، دي نمره واحد، انت علشان تاخد الكميه الكافيه فانت محتاج كم كبير جدا من الخضار، دي نمره واحد. نمره اتنين، ان حتى انت لما هتاكل هذا الكم من الخضار اولا لابد انك تمضغه مضغ جيد جدا، وبعدين تكون الامعاء عندك شغاله كويس قوي. ليه؟ لان انت ممكن تاكل حاجه والامعاء ما بتمتصش، فاللي انت كلته حتى مش هيعمل النتيجه، عشان كده بتضطر انك تلجا انك تاخد الحاجه بشكل مركز في حبايه او برشامه. اي حد يقول لك يا جماعه انتوا بتقولوا ما تاخدوش براشي، اه حاول تاخد الحاجات اللي هي الطبيعيه. يعني ايه؟ يعني مثلا خلاصه الكركم، تاخد الكركم كمان، لان الكركم لوحده، يعني الكركم فيه اكتر من ماده، لكن الماده المركزه فيه اللي هي الكركمين مفيدة جدا. لو انت محتاج، لو انت عندك بدايات او عندك اي مخاطرة في من الزهايمر،
او عندك اي مخاطره ان الكركمين ممكن يفيد فيها، فهيكون الافضل انك تاخد الماده مركزه تشتريها على هيئه كبسوله، والكبسوله دي فيها ماده الكركمين، تكون متاكد ان ماده الكركمين هي اللي مركزه فيها وتاخدها. لكن الى جانب ده لابد انك تاخد الكركم برضه. ليه؟ لان الكركم فيه مواد تانية غير ماده الكركم. لازم تاخد الفلفل الاسود، لازم تاخد الكمون، لازم تاخد الكزبره، كزبره سواء خضراء او الحبوب اللي هي الناشفه، لازم تاكل جرجير وفجل، ولو عندك اللي هو الكرات، لو عندك الروزميري. الروزميري يا جماعة ثابت ان مجرد ريحتها لو شمتها، ولابد ان ده يكون بشكل مستمر، تشمها تعملها تغليها في مية وتبقى البخار يطلع حوالين منك، تغليها في مية وتشربها، دي حاجات هتساعد الذاكرة، ولابد انك تحاول انك تتبعها بداية من الـ40. ما تنتظرش لما تبقى عندك 60 سنة وبعدين تقول هبدأ اخد الحاجات دي، كده خلاص بقيت انت كده متأخر، وبقى يكاد يكون التجربة العملية اللي شفناها بعنينا ان يكاد يكون مش هتجيب نتيجة. يعني ما هتجيب بني ادم متأخر بعد الـ60 او بعد الـ70 مثلا وتبقى تقول له خد الكركمين وخد الحاجات بتركيز مش هتجيب نتيجة، حتى لو اشتريت له اغلى حاجة موجودة دلوقتي على الانترنت وبيقولوا انها مفيدة مش هتجيب نتيجة، والبني ادم هيتدهور والحاجات دي مش هتجيب معاه نتيجة. الحاجات دي هتفيد امتى؟ كنوع من الوقاية. يعني لابد انت كل يوم بيحصل كده زي غبار بيجي على خلايا الذاكرة جوه المخ، بروتين معين بيتكون على خلايا الذاكرة، ولابد انك كل يوم تنظفه. عملية التنظيف بتحدث آليا يا جماعة لما البني آدم بيكون نايم، ولابد انه لما يكون نايم الهرمون اللي هيروح يشتغل على عملية التنظيف في المخ دي هو اصلا بيشتغل على السكر. عشان كده يستحب ان البني ادم قبل ما يروح ينام ما ياخدش سكريات، ما ياخدش اي حاجه ممكن انها تترجم الى سكر في الجسم. يعني ايه؟ عيش، مكرونه، رز، حتى الطماطم مثلا لو فيها سكر قوي، البسله اللي فيها سكر، البطاطس، كل الحاجات دي بتترجم جوه الجسم الى سكر. لو البني ادم عاوز يمشي على شيء يحفظه من الزهايمر علشان ما يوصلش مثلا يبدأ 60 او بعد 60 يبدأ فعلا يعاني من حاجة انت مش متخيلها. يعني انت لن تتخيل اذا شفت حالة، حتى انت هتبقى مش، يعني انت مش هتبقى مستوعب ايه اللي حاصل ده. الناس احيانا فكرتها مثلا على الزهايمر من خلال المسرحيات والافلام، وشايفين ان العملية مضحكة، لكن لما تلاقي ان حد كنت تعرفه او ان انت نفسك بقى، هو لما هتكون انت نفسك هتبقى مش واعي خلاص يعني كل اسف، لكن لما تشوف حد انت تعرفه وصل للحالة دي، العملية ما فيهاش أي شيء مضحك، عملية فعلا عملية مرعبة، حالة مرعبة. وعشان البني آدم يتجنب دي ممكن إنه يأخرها إلى أقصى درجة ممكنة. يعني بدل ما يبدأ يعاني مثلا من الزهايمر مدة آخر 10 سنين في حياته، ممكن يعاني مثلا آخر سنة أو آخر 3 سنين، أو ربنا يفتكره ويموت قبلها يعني وهو لسه بصحته زي ما بيقول. وعلشان تعمل الحكاية دي أنا ما بقولكش إنك لابد إنك تشتري حاجات مركزة وحاجات صعبة وحاجات غالية، بالعكس حاول تتجنب السكريات بقدر الإمكان، تجنب الدهون المشبعة المضرة وكل الدهون الكويسة، كل خضار وفاكهة، وخد الأعشاب زي ما بقولك كده. أسهل شيء ممكن يجي كده وتلاقيه وزي ما بقول يبقى موجود عند كل بني آدم في البيت، الحاجات اللي هي الأعشاب المجففة اللي روح تشتريها من عند العطار، تقريبا من غير ما سمي أي اسم تقريبا كل الأعشاب مفيدة في موضوع الجذور الحرة وفي موضوع الذاكرة. شيء مهم جدا او معلومة لابد ان احنا ناخد بالنا منها كمان، بعد سن الـ40 زي ما بقول بيبدأ حجم المخ ينكمش زيه زي اي عضلة بقى. عاوز العضلة دي تكبر لابد انك تشغلها. طب عشان نشغلها نشغلها ازاي؟ بالتفكير، بالتعلم، بمحاولة مثلا انك تتعلم لغة جديدة، حاولة انك تحاول تحفظ القرآن، مجرد القراءة، انك تحاول تتذكر. يعني ايه؟ يعني من ضمن الحاجات مثلا لو سمعت خبر، نقعد كده مع بعض، واحد عنده 50 سنة ومراته عندها 50 سنة، لما تسمع الأخبار هي تحاول تقولها له، فكده بيبقى تمرين لها على ان هي تقول الاخبار، بعيدا على الغيبه والنميمه الله يخليك. فمثلا الاخبار العامه كده، انا سمعت النهارده في الاخبار بيقولوا كذا وكذا وكذا، فانت في الحاله دي انت بتتذكر ايه اللي اتقال. وهو مثلا برضو عايز يمرن ذاكرته يشوف اي شيء يحاول يتذكره ويقوله لها، ده هيبقى تمرين للذاكره. التعلم، القراءه، وياريت تكون قراءه حاجات مفيده، يعني مش مجرد ان افتح الفيسبوك واقعد اقلب في صفحات واشوف ده قال ايه وده قال ايه، كلها شيء كده غثاء ملوش اي معنى، بياخدك بعيدا عن تعلم اي شيء. ممارسة الالعاب الذهنية،
حاجات اللي ممكن انك تبقى بتلعب ومشغل مخك، زي الحاجات اللي هي فيها البحث عن الكلمات، تلاقي حروف كده موزعة وبشكل متقاطع وانت تبحث عن الكلمة او حل الكلمات المتقاطعة، تحاول انك تفتكر فين الكلمة دي، فين ايه هي الكلمة دي، ايه الكلمة دي. ده هيبقى تمرين للمخ ويخلي خلايا المخ تقدر انها تشتغل وتحاول انها تتكاثر وتكبر بدل ما تنكمش وتصغر. وتاني بقول ان حالة الانكماش دي بتحصل بداية من سن الـ40. كل اسف كلنا طبعا بعد ما بنخلص دراسة الجامعة في الاغلب الاعم يعني لا بنذاكر ولا بنقرأ ولا بنعمل اي حاجة، وبالتالي المخ بيبدأ في حالة خمول خمول خمول. يجي البني ادم بقى لو مستمر في الحالة دي مع الاهمال في الغذاء مع العادات السيئة زي كل الحاجات دي بتؤدي في النهاية ان البني ادم توصل تلاقيه خلاص هو مش عاوز مش قادر رافض اي حاجة من الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده. فقبل ما توصل للمرحلة دي خد بالك انك ما تسيبش نفسك لك، لا قدر الله اذا لقيت حد من اللي حواليك في السن اللي هي بعد الـ50 او بعد الـ40 ويدخل في حزن او لابد صدقة عن عافيتك انك تقف جنبه، ما تسيبوش للحزن، ما تسيبوش يبقى باسيف، يبقى خامل ومش هيعمل اي نشاط او مش هيعمل حاجه. كلنا هنقابل ربنا وربنا هيحاسبنا. لو في بني ادم جنبك وانت ما اديتهوش نوع من الاهتمام، اقل شيء يعني نوع من الاهتمام، حاول تقف جنبه تدعمه بحيث انك ما تسيبوش يضيع مع الضغط النفسي بانه يهمل نفسه في الاكل والشرب، وبالتالي يؤدي ده كله بعد كده الى ان الحاله الصحيه تتدهور جدا. لو ما عندك حد عايش معاك ويجي يتكلم معاك وبيقول لك حاجه اسمع له وخليه يقول، لان ده هيكون فيه تمرين لذاكرته انه يتكلم. ولو قدرت ان انت لو هو مش عاوز يقول تحاول ان انت تفتح معاه مواضيع علشان يتكلم، مش تفتح مواضيع تبقى انت عمال تتكلم وهو قاعد بيسمع ما بيقولش حاجه، حاول ان انت تخليه هو يتكلم. لاحظ الموضوع ده مهم جدا. كتير ناس تيجي تقول له مثلا ايه اتصل على فلان يا اخي علشان يعني الراجل تعبان، ولا تلاقي اللي بيتصل ده هو مثلا عنده 50 سنه ولا 40 سنه وبيكلم واحد عنده 70 سنه. اللي عنده 40 عمال يتكلم 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 يتكلم، واللي عنده 70 بيسمع، ما هو اصلا مش ما فيهوش دماغ يتكلم يعني ولا عاوز يجي، فسايبه عمال يقول اهتي وهو مش سامع اصلا ولا. لا، انت المفروض انك تحاول تفتح معاه حاجه تخليه هو يقول، انما تبقى انت عمال تتكلم وهو يرد عليك بكلمه واحده، انت بتتكلم وهو يرد عليك بكلمتين. عاوزين الكبير في السن اللي بدا يعاني من الذاكره، اللي بدا يشعر بالارهاق، هو اللي يتكلم اكتر، وانت دورك انك تحاول تخليه بس تفتح معاه مواضيع وهو يتكلم. يا ريت ناخد بالنا من الحته دي. حاجتين برضو يعني متصلين بموضوع الغذاء، ايه اللي المفروض انك تاخده وايه اللي المفروض انك ما تاخدهوش. زي ما قلت الحاجات اللي هي ممكن تكون مضاده للاكسده، ومنها حاجه كتير كل الناس بتحبها تقريبا الشوكولاته، بس يا ريت تكون شوكولاته ما فيهاش سكر، لان السكر ضار بالذاكره وضار بالمخ وضار بكل حاجه. نحطها كده قاعده، يا ريت تاخد شوكولاته بس يا ريت تكون شوكولاته ما فيهاش سكر، او يكون كم السكر فيها اقل ما يمكن، او تجيب الكاكاو اللي هو كاكاو بس ما فيهوش اي حاجه تانية مخلوطه وتشربه، هيساعد جدا. ليه؟ لانه فيه مضادات اكسده مفيده. حاجه تانية القهوه، عادة بنقول للناس ما تاخدوش قهوة كتير، ما تاخدوش قهوة كتير. لو البني آدم بدأ يعاني من بوادر لأي شيء متعلق بالذاكرة، فممكن إن القهوة تكون من الحاجات اللي موجودة في البيت، وممكن لو خد منها برضو مش كميات كبيرة ولكن يعني ياخد منها شوية مثلا فنجان، ممكن انها تساعد في تحسين الحالة. كل ده احنا بنتكلم على فكرة مرض الزهايمر مفيش علاج، يعني اللي بيوصل لانه يكون عنده زهايمر ملوش علاج الى الان الى يومنا هذا، مفيش علاج. بني ادم مثلا لما بيكون في المرحلة الاولانية بيحاولوا ان هم يدوله ادوية تطول المرحلة دي لاقصى ما يمكن. يعني ايه؟ يعني بدل ما العملية تتدهور جدا خلال مثلا سنة بيحاولوا يخلوها 3 سنين او 5 سنين، بدل المرحلة مثلا ما تبقى تتدهور جدا من خلال 3 سنين بيحاولوا انهم يخلوها 5 سنين بس. ايه اللي ينفع؟ هو الوقاية، ان من الاول نحاول ان احنا نمنعه من الاساس، نؤخره جدا في الـ70، يا ريت ان احنا نقدر نأخره مثلا انه يبدأ في الـ90، يبقى البني ادم هيعيشه 3 4 سنين كمان يعني في الغالب، وبعدين لما يتوفاه الله يبقى مثلا هو في المرحلة الاولى من الزهايمر، فهيكون ما تبهدلش قوي. لكن لو البني ادم مهمل في نفسه من سن الـ40 فهيبدا في الـ60. من ضمن الحاجات كمان اللي لابد ان احنا ناخد بالنا منها في موضوع الزهايمر، ان الناس تحاول
ترفع مستوى الكوليسترول المفيد. خلي بالنا الناس عندها رعب شديد مما يسمى الكوليسترول الضار، وحتى هذا الكوليسترول الضار هو مش هو اللي ضار على فكرة. يعني لو ناخد بالنا من القاعدة الأساسية كده في موضوع الكوليسترول ده إيه، نحاول نفهمها كده يا جماعة. الكوليسترول ده بالظبط اللي هو الضار اللي موجود جوه الشرايين واللي ممكن يقفل الشريان، هو أصلا مش هو الضرر. هو بالظبط عامل زي إيه؟ زي واحد متعور وإنت جيت لفيت إيده بضمادة، هل الشاش اللي إنت لفيت بيه الجرح ده، قطعة الضمادة دي، حتة القماشة اللي إنت لفيت بيها دي، هي اللي ضرتك؟ الكوليسترول هو ده، الكوليسترول هو الضمادة دي اللي إحنا بنحطها حوالين الجرح. حوالين جرح إيه؟ نرجع تاني بقى للأساس، زي ما بنقول إن السكر مضر في كل حاجة. ليه؟ لأن السكر لما بيزيد في الدم بيجي هرمون المسؤول عن حرق السكر اللي هو مين؟ الأنسولين اللي كلنا طبعا عارفينه. طب هرمون الأنسولين ده بيعمل إيه بقى؟ وهو ماشي في الأوردة والشرايين بيعمل زي جرح. الجرح اللي بيحصل ده لابد له من ضمادة، الجسم جوه ما عندوش شاش وقطن، فبيبعت إيه؟ بيبعت مادة دهنية تيجي على الجرح ده تغطيه. بنيجي احنا نصور الشرايين نلاقي في حاجة سد الشريان، نقول ان السدد نتج عن الكوليسترول. وحتى الكوليسترول الضار هو في الاساس هو مش ضار، هو كان جاي عشان يعالج حاجة. طب الحل ايه؟ ناس كتيرة جدا على فكرة، انا شخصيا اللي حصل معايا كده، الكوليسترول الضار عالي والكوليسترول النافع يعني ما ها، فايه اللي حصل؟ بدأت اصلح في النظام الغذائي، اكل حاجات فيها اسماك فيها كوليسترول نافع، امنع الحاجات اللي هي فيها الزيوت، واكل السمنه اللي هي اللي هي زي السمنه البلدي اللي هي الجي اللي لو انت يعني هنا مثلا في انجلترا ما فيش سمنه بلدي، هنروح نشتريها قور كده زي اللي موجوده في الدول العربيه، او او حتى هتعرف تاخدها من اللبن؟ لا، هتعمل ايه؟ تشتري الجي اللي هو الصوره اللي موجوده في علب اللي موجوده حواليك للسمنة البلدي، اللي هي السمنة المأخوذة من اللبن، ما فيهاش أي شيء نباتي. لو حد يجي يقول لك سمن نباتي ابعد عنها، سمنة مأخوذة من زيوت ما اعرفش ابعد عنها، تلافاها تماما. ليه؟ لأنها مجرد ما هتسخن عشان تطبخ بيها ولا تعمل بيها خلاص بقت مليانة بذور حرة. فأنت تجيب السمنة اللي هي البلدي، لو في بلدك فيه سمنة بلدي، لو أنت بتشتري اللبن واللبن ده بيعمل وش، تاخد القشطة دي تحوشها، وبعدين بعد كده تعمل لها العملية اللي هي المعروفة علشان تستخلص منها السمنة بالتسخين، وبقى عندك سمنة. أو بتشتريها سمنة جاهزة من عند الفلاحين يعني، أو الناس اللي عندهم مواشي كتيرة وبيعملوا السمنة. ده بالنسبة للسمنة. دهون المفيدة زي ما بنقول اللي موجودة في الأسماك شيء مهم جداً. لو عندك زيت سمك وتعرف تلاقي زيت سمك طبعا يكون نظيف الله يخليك ويكون ثقة، تجيبه تحاول كل يوم تاخد معلقة زيت السمك دي فيها ايه؟ فيها الأوميجا 3، أكتر شيء مفيد لإيه بقى؟ للعين وللشعر وللجلد بيأخر كل عوامل الكبر في السن. طب ما أنت مش طايق طعمه، بيتباع كبسولات، يعني مش طايق طعم زيت السمك ده، هو بيتباع في كبسولات كده، ممكن تاخد الكبسولة وتبلعها وتشرب عليها شوية مية وخلاص مش هتحس بطعم زيت السمك. بس أنت ممكن كمان لو زيت السمك عندك، لأنه طبعا الكبسولات بتبقى أغلى، يعني أنت ممكن تجيب لتر زيت سمك مثلا ب 20 جنيه او ب 20 يورو او ايا كان السعر اللي عندك. لو هتجيب اللتر ده اللي هو فيه 1000 جرام، 1000 مللي جرام كسائل، هتجيب مثلا حوالي 100 حبايه 200 حبايه فيهم حوالي 200 جرام بال 20 جنيه. فلو انت جبت الزيت سايب وانت متاكد انه نضيف وقدرت انك بقى تضيفه على الاكل، يعني ممكن انت وانت بتاكل مثلا يعني سلطه او اي شيء دور على الطريقه انك تقدر تمزجه في الاكل بحيث انه طعمه يبقى مستساغ. طب في نفس فكره بقى زياده مستوى الكوليسترول النافع، خلينا لو احنا اعتبرنا ان الكوليسترول الاولاني اللي هو سد الشريان ده هو كوليسترول ضار يعني. طب ازاي احنا نزود الكوليسترول النافع؟ وايه فكره الكوليسترول النافع ده؟ ان الكوليسترول النافع بياخد الكوليسترول الضار ويخرج بيه بره. طبعا خلي بالك ان هو الكوليسترول النافع هيزيد بعوامل كلها هتؤدي الى قله الانسولين، فبالتالي مش هيحصل عمليه الايه الجرح اللي بيحصل بسبب الانسولين. ف
في الشريان او الوريد. ازاي؟ سيادتك علشان تقلل الكوليسترول، علشان نزود الكوليسترول النافع لابد تلعب رياضه. انت لما هتلعب رياضه نسبه السكر في الجسم هتقل، فبالتالي مش هتحتاج الانسولين، فبالتالي مش هيخرج يجرح، فبالتالي مش هنحتاج الكوليسترول اللي يروح جوه الشريان ويعمل الضماده اللي هتسبب ان الشريان يبقى مسدود. ايه تاني؟ انك هتاكل دهون جيده، فبالتالي عمليه الحرق في الجسم هتؤدي الى ان الصحه عموما هتبقى افضل، فبرضه حاله الشرايين عموما هتبقى سليمه، فانت مش محتاج الكوليسترول الضار، فالكوليسترول النافع ده اللي انت بتاخده هياخد الضار ده ويخرج بره الجسم في عمليات الاخراج يعني. يبقى علشان نزود الكوليسترول النافع واحنا من غير ما بشكل غير مباشر، حتى لو الكوليسترول النافع ما زادش فهو الكوليسترول الضار هيقل. بايه؟ بان وزنك بيقل، ما انت هتلعب رياضه وهتاكل صح فهيكون الوزن بيقل، يبقى الرياضه وتقليل الوزن مع بعض هيؤدوا الى زياده الكوليسترول النافع وبالتالي هيقل الكوليسترول الضار. انتهينا من الفكره دي والنقطه دي المفروض انها تكون واضحه عندنا. ونرجع نقول تاني يا جماعه ان ممارسه الرياضه ايا كان نوع الرياضه اللي انت قادر انك تعمله، لو انت قادر تلعب تنس يا سلام، قادر تلعب هوكي يا سلام، فل قوي جميل. مش قادر تعمل اي حاجه من دي اركب عجله زي الفل، مش قادر تركب عجله اتمشى حوالين البيت، مش قادر تمشي حوالين البيت والدنيا مقفوله بسبب كورونا فيروس وكذا، ان شاء الله تمشي في قلب البيت، امشي في الصاله. اتحبسنا جوه البيوت فترة طويلة، كنا ايه اللي بنعمله؟ كل اللي نقدر نعمله ان احنا نمشي في الصالة بس، جوه البيت كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي، بطول الصالة هتعمل الصالة مثلا طولها ان شاء الله يكون حتى 5 متر، اعملها 20 مرة عملت 100 متر، اعملها 50 مرة ما اضرب وهكذا، تلاقي نفسك عملت كيلومتر او 2 كيلومتر 3 كيلومتر في قلب، وانت في قلب بيتك من غير ما عندك مقدرة انك تشتري مثلا اللي هي المشاية بالكهرباء دي التريد ميل وتمشي عليها يبقى زي الفل. ممارسة الرياضة مش رفاهية، ممارسة الرياضة حتى وانت صغير وانت شباب او لما تعدي الاربعين دي ضرورة، ضرورة لكل شيء، كل هرمونات جسمك وكل انزيماتك وكل هتتظبط وهتبقى افضل لما هتتحرك. الرئتين نفسهم هيوسعوا، ليه؟ لانك وانت ماشي كده بتنهج، فالنهجان ده انت بتزق الهواء جوه، فالهواء يخلي الرئتين يوسعوا. الرئتين اللي هم احنا عادة ما بنستخدمهمش يعني، بناخد كده الهواء هنا، لا انت المفروض انك تتنفس بعمق شديد. يبقى زي ما قلنا تبعا للنظام الغذائي الرياضة، زيادة كوليسترول نافع، شوكولاتة، قهوة، كل مضادات الأكسدة من الأعشاب والغذاء، أي حاجة زي ما قلت تسمع عنها إنها ممكن تكون مضادة للأكسدة حاول إن أنت تضيفها في غذائك. وكلها حاجات حوالينا على فكرة، رب العزة لما خلق الكون ما خلاش الحاجات دي في إيد ناس بس، يعني قليل جدا لما هتلاقي فيه حاجة منها مش في المتناول، يعني غالية قوي 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 أنت مش محتاج لها دي. يعني يجي يقول لك مثلا مادة كذا مش موجودة عندنا وبيستوردوها، ملهاش لازمة. لو انت المورينجا دي مش عندك والمورينجا غالية قوي، على فكرة لو انت نشفت الجرجير وخلطته مع القراط مع الكزبرة الخضراء مع البقدونس مع الشبت كلهم كده مع بعض هيعملوا لك اجدع 100 مرة من المورينجا. لو مش موجودة عندك موجودة خدها. وعلى فكرة لو يعني الفكرة ايه، ان المورينجا ناس عندهم المورينجا دي كتير في بلدهم فعملوا دراسات عنها علشان يعرفوا يسوقوها للناس، لكن كل الدراسات برضو او كل المعلومات اللي بتلاقيها عن الجرجير مفيد جدا وفي حاجات كتيرة جدا. ولو خلطت زي ما بقولك كده الشاكوريا، عارفين انا مش عارف اسمها ايه يعني، اللي هو دانديليون ناب الاسد يعني ترجمة اللي هي من الداندلاين بالانجليزي او داندليون بالفرنساوي، وهتبقى ناب الاسد اللي هي بيقولوا عليها في مصر الشاكوريا او السريز، نبات بيطلع رباني، مش هنقول شيطاني، الناس بتقول شيطاني، لا هو رباني، ربنا خلقه وخلاه حتى يعني البهايم بتبقى مش قابله طعمه. ليه؟ عشان ما يخلصش، عشان احنا نعرف نلاقيه، عشان هو مفيد لينا. خد بالك من الحته دي، ربنا خلى الحاجه دي يعني لو مؤاخذه انت لو عندك جاموسه او بقره وهتاكل فممكن تاكل كل الغيط كل اللي موجود من الحاجه، لا هي ما تاكلش ده. ليه؟ لان انت اصلا انت محتاج له، هو في فايده ليك انت، عشان كده ربنا خلاه كمان خلاه طالع كده. الدندلاين مثلا انت لو ما حط هو بيطلع ليه بيطلع رباني؟ لان هو بيطلع منه ورده، والورده دي بيبقى فيها حبوب اللقاح،
تيجي في الموسم تبقى ماليه الجو كده، تجري هنا ما بين الجناين، تنزل في الجنينه دي وتنزل في الجنينه عند الجراند، توصل نزلت عند الكل، الجنينه مليانه مضايقاك، وممكن الناس تاخدها تقطعها وتبقى متضايقه منها وعايزه تشيلها من جذورها، مش عارف الجذور والورق بتاع الشاكوريا اللي بتطلع على راس الغيط في الفلاحين في مصر وفي معظم البلاد، يعني مفيده جدا، خدها كلها، ضيفها في وسط السلطه، طعمها مرر ونضايقني، ضيفها مع الحاجه يعني، ها يعني انا مثلا لما اجي اكلها احس انها مرره شويه، اخد معاها حته خس، فهتقوم دي مغطيه دي وهتعدي، وبعدين هتاخد الفايده. ربنا يا رب يجعل بقى كمان ايه المعده والامعاء يشتغلوا، فيقوموا يستخلصوا الماده الفعاله اللي فيها، فتبقى انت ربنا افادك بشيء. زي ما بقول لك، معظم الحاجات اللي مفيده جدا لصحتك تقريبا كده، انت مثلا لو رحت اشتريت يعني بكم قليل جدا من الفلوس، هتشتري كميه تكفيك شهر واثنين وثلاثه، اظن ان الجميع يتفق معايا في هذا. يعني مهم جدا لو انت موجود في البيت مع والدك او والدتك او جدك وهو فوق الستين، ولقيت فجأة انه بدأ وزنه يقل بشكل غير مبرر، خد بالك ان هنا في حاجة مش صح، وغالبا هي إشارة لأن هذا الشخص بدأ يصاب بالزهايمر. لابد في الحال انك تلجأ الى الطبيب وتشوف الشخص ده بيفقد الوزن ليه، ولابد انه يجد الدعم النفسي طبعا معنوي والأدوية اللي ممكن إن هي تساعده. بالنسبة للسيدات اللي بينقطع عندهم الطمس، فطبعا موضوع الاستروجين بيبقى مختلف، فلا بد إن هم ياخدوا بالهم ويحاولوا إن هم يشوفوا الموضوع مع الدكتور إزاي يعوضوا موضوع الاستروجين، علشان الاستروجين له علاقة مباشرة بالمخ، يعني السكتات الدماغية، الحاجات اللي بتحصل في المخ ومنها الزهايمر. الاختبارات اللي ممكن البني آدم يعملها، تحاليل، في جين معين خطر لو كان البني آدم عنده، هو APOE4. لو البني آدم عمل تحليل ولقى ان الموضوع ده موجود عنده، فهو يبقى عارف انه نسبة حدوث الزهايمر عنده في سن حتى 60 وتكون عالية، انه هيبدأ يتدارك الموضوع بشكل مبكر اكتر. كلمة الزهايمر، ان حتى الدراسات اللي بتتعمل على العلاجات والادوية دايما بتكون في حالات متأخرة للناس، فبالتالي ما احناش عارفين اذا كانت النتيجة لو كان خدها بدري كانت هتفيد ولا لأ، اذا كان يعني الدراسات حوالين الموضوع زي ما بنقول مش كافية، وعشان كده لابد ان احنا دائما نفكر في الوقاية. ليه؟ لان هم بيقولوا ايه الوقاية خير من العلاج، لا ده الوقاية عشان ما فيش علاج، الوقاية عشان ما فيش علاج، هنا احنا بنتكلم عن حالة ان ما فيش علاج، فما قدامكش غير انك تقي نفسك منه بقدر الامكان، بحاول محاولة انك تأخره. من السائد ان علامات الزهايمر هي الحاجات المتعلقة بالذاكرة، لكن طبعا في حاجات تانية من الممكن انها تدي لك اشارة، مش عايزين البني ادم يبقى موسوس يعني، ولكن اذا كان البني ادم بعد 50 او بعد 60 ولقى عنده الحاجات دي، زي مثلا حاسة الشم بدأت تقل او مش شامل، حاسة التذوق بدأت تقل، دي علامات من علامات الزهايمر. قبل منها كمان اللي هو حاسة التقدير، تقدير المسافة مثلا، يعني شخص بيمد ايده، بمد ايدي كده عشان اخد حاجة، فلقيت ان الايد خبطت الكوباية لاني ما حسيتش بالبعد او العمق، دي من علامات الزهايمر اللي المفروض ان لو انت حتى شفت حد ظهر عنده حاجة زي كده، هو ممكن هو ما ياخدش باله، لان ما هنقول مثلا ان هو كبير وانت دلوقتي صغير عندك 40 سنة وقاعد مثلا مع والدك عنده 60 او فوق 60 وحصل حاجة زي كده، المفروض انك تاخد بالك ان ممكن حاجة زي كده تكون فيها إشارة لعلامة من علامات الزهايمر. يا عم انت هتوجع دماغنا وهتوسوسنا، وانت لازم تاخد بالك ان محدش عايش معاك في البيت، مفيش دكتور عايش معاك في البيت هيجي يشوف انت بتعمل ايه كل يوم، الدكتور هيعرف بس لما الحالة تتدهور جدا وتروح للمستشفى، هيكون مفيش حل، فانت تاخد بالك انت بدري. شفت شخص عايش معاه في السن دي عمل حاجة من الحاجات دي، بدأ يتأثر بشيء زي كده، بيمد ايده علشان ياخد حاجة، مش حاسس بالبعد والمسافة، مش قادر يقدر مثلا المسافة في الشارع، مش الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده، دي حاجة من الحاجات المهمة برضه، الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده مثلا في 5 دقايق دلوقتي مش قادر يعملها في نفس الوقت، فده معناه ان القدرات بتقل. ملوش طب ما هو طبيعي عشان كبر، لا ما هو طبيعي عشان كبر، بس العمليه هتتدهور فهتلاقيه مش قادر يعمل حاجه خالص،
فاحنا عاوزين نوقف العمليه، ان هو بدل ما كان بيعملها في 5 بقى يعملها في 10، طب نخليه بقى يقدر ان هو يعملها في 10 لاطول فتره ممكنه، لاننا لو اهملناها فبعد شهر ولا 2 مش هيقدر يعملها في 10، هيعوز يعملها في 30، وبعد كده مش هيعملها خالص. مش عاوزين نبقى موسوسين لكن مش عايزين نبقى مهملين. اكد على موضوع ان علاقه موضوع الوزن بامراض المخ، وجدت الدراسات ان الناس اللي بيكون مثلا وهم في الاربعينات وزنهم زياده قوي اوفر قوي، او حتى في الثلاثينات زياده قوي الوزن زايد قوي عن الطبيعي، بيكون كميه او حجم خلايا المخ اقل من الناس اللي وزنهم مش زياده. وبالتالي هنا نقول ايه كده الطبيعي، يعني انت عايز تحافظ على نفسك بقى يا عم يبقى حافظ على وزنك. حتى من امتى؟ من الثلاثينات والاربعينات. ليه؟ لان انت هتكون في الاربعينات تسببت في ان عدد خلايا المخ حجم المخ اقل من الطبيعي، فلما توصل للستينات هتعمل ايه؟ ما هو هنا العمليه انت اصلا ضريت نفسك من الاربعينات. لا، احنا عاوزين نوصل بالمخ الى الستينات وهو في حجمه الطبيعي فله جميل. طبعا زي ما بنقول هو بيبدا يقل من سن الاربعين، احنا بنحاول ان احنا نساعده على انه يفضل شغال بالالعاب، بالممارسه، بالناس تكون المعنويات بتاعتها كويسه، بان حديثهم مع بعض دايما، محاوله التذكر، محاوله التعلم. اللي عنده 40 سنه يا جماعه لابد انه يدور على اي حاجه يتعلمها. حاول تتعلم اي حاجه. الست اللي بتذاكر لاولادها، يا سلام، ده انت عندك فرصه جميله جدا. طبعا انت زهقانه من انك بتذاكري للعيال وحاسه ان جوزك مش، لا بالعكس، ده هو لو هو ناصح يعني المفروض انه يقعد معاكي، يقعد برضه يذاكر للولاد. ليه؟ لان ده هيساعد مخه، شيء مهم جدا. زي ما بنقول يعني كنوع من الفكاهه، ان الستات محظوظين يعني عندهم حاجات كتيره جدا بتساعدهم ان هم يتخلصوا من الحاجات السيئه في الجسم، وان هم كمان نتيجه لممارسه المجتمع بيخلي الست شغاله في حاجات الراجل ما بيشتغلش فيها، فبتكون بتساعدها على ان الموضوع، هي عندها عايزه تتكلم وبتقدر، ها، عندها القدره على الفضفضه، فده بيساعدها دايما بان هي تكون مشغله الذاكرة. وبالتالي المفروض ان بالفعل يعني بنلاقي طبعا لو هي اخذت بالها من موضوع الاستروجين ما قلش قوي، قدرتها العقليه بتستمر معاها اكتر من الرجل في العام. ها يعني ما يجيش واحد يقول لي لا ده فلان كان كبير، اه طبعا هو ده حاله خاصه. يعني نيجي على واحد مثلا فيلسوف او عبقري ولما كان عنده 90 سنه وكان لسه مخه، ما بنقول طبعا ما بنقولش لا، لكن ده كان واحد او اثنين او ثلاثه. لكن في العام معظم الناس مخهم بيتاثر بكل اسف، وحتى الناس اللي هي ما احنا اللي هم احنا بنتكلم عليهم يعني اللي هم كبروا في السن وهم كانوا لسه قادرين على ان هم مثلا واحد مؤلف كان عنده 90 سنه ولسه بيألف او كذا، حتى هو لو قارنته بلما كان عنده 50 او 60 وهو في 90 هو اقل، بس كان شغال يعني بيحاول، واللي هو كان بينجزه مثلا في سنه ممكن ما يقدرش ينجزه في 3 سنين وهو عنده 90. طبعا من ضمن الحاجات يعني ان لما بيجوا يقولوا على سيرة شخص من الناس الكبار المشهورين كنوع من الإجلال ليه، كنوع من يعني عدم ذكر شيء قد يسيء إليه، فما بيتكلموش على السلبيات اللي ممكن تكون ظهرت في حياته وفي قدراته العقلية، وكأن هذا يعني شيء يشينه. بالعكس، إذا البني آدم ظهر عنده مرض هو مرض، يعني ما فيهوش أي شيء يشين الشخص. لكن في المعتاد يعني بنلاقي أن ممكن ده شيء يخلينا ما نقدرش أن احنا نكتشف أن الشخص كان حصل عنده أي معاناة من شيء. ليه؟ لأنه هم بيكتبوا السيرة أو هم بيجيبوا أخباره بيحاولوا أن هم يحطوا الأشياء الجيدة، الأشياء اللي ما لا يبدو أن ممكن تتسبب في أي نوع من المهانة إليه أو الإساءة إلى صورة هذا الرجل الرمز. من أهم الحاجات اللي ممكن تساعد البني آدم إنه يتلافى هذا الموضوع زي ما بنقول إنه ما يتعرضش لضغط شديد. طب إذا تعرض يبقى يلاقي الدعم اللي يساعده على إنه يخرج من هذا الضغط، زي ما بنقول مثلا زي حالات الحزن الشديدة. البني آدم لو قعد في حالة حزن، لو سيبنا بني آدم مثلا زوجته توفت فبقى ما عندوش أسرة، شريك الحياة بقى مش موجود، فإيه اللي هيحصل؟ هنجد إن هو هيدخل في حالة من الحزن ويكتئب بشدة، وهذا يؤدي إلى هذا، وتبقى العملية سلسلة من الإضمحلال تؤدي إلى أمراض كتيرة ومن ضمنها الأمراض المتعلقة بالذاكرة. إيه العلاج هنا؟ إن البني آدم من وإنت صغير، طبعا لو إنت شخص لسه يعني مثلا في الأربعينات فلابد إنت تعرف تتعامل مع الضغوط. يعني إيه؟ شوف لنفسك طريقة تخرجك من حالة الغضب أو من حالة الحزن أو من حالة التوتر بأسرع ما يمكن، طريقة تخليك لا تصل إلى
حالة عالية جدا من التوتر، سواء كان غضب أو حزن. يعني إيه؟ سيادتك حاول تلاقي مثلا، يعني أنا مرة واحد كان ضغطه مرتفع جدا، ربنا يرحم الجميع، واخد الدواء بتاع الضغط لأن في مشاكل في البيت، فضغطه مرتفع. طب يا عم، طب يا سيدي مدد وقول صلاة على النبي مثلا. وبالفعل لما مدد وبدأ يصلي على النبي، حدث نوع من الاسترخاء، والاسترخاء ده خلى الضغط نزل. طبعا ده ضغط الدم اللي احنا بنتكلم عليه، ها، اللي هو بنقيسه ونعرف نقيسه بالجهاز، وده مؤشر لان الضغط التوتر العام اللي كان حاصل ده قل. فسيادتك حاول تشوف ايه الشيء اللي ممكن انك تمارسه. ناس مثلا يقول لك انا لما اغضب مع زوجتي مثلا بخرج واقعد على القهوه، بيعمل له نوع من الخروج، خرج من الموقف وعرف يخرج، وهو طبعا ممكن يمارس حاجات مضره، ولكن هو النفخ اللي بينفخه في التدخين ولا في الشيشه ولا كذا، ولا لعبه الطاوله اللي هيلعبها هتنسيه ايه اللي حاصل في البيت. من ضمن الحاجات مثلا ان البني ادم لما بيمشي الجسم بينتج ماده مخدره طبيعيه بتخلي البني ادم يشعر بالاسترخاء. عشان كده مثلا بيقول لك لما بخرج امشي ارجع احس اني كابس عليا النوم، اتمشى شويه علشان تعرف تنام. ليه؟ هي كيمياء، ماده كيميائيه افرزت في قلب الجسم، فالبني ادم هيعرف ينام. سيادتك اتمشى، اعمل رياضه، نط الحبل، اسمع موسيقى، اسمع قران، اقرا قران، صلي، اعبد ربنا، ادعي، اقعد مع نفسك واعمل جلسه استغفار، اقعد مع نفسك واعمل جلسه صلاه على النبي، اعمل لنفسك مكان كده تقعد فيه في البلكونه ولا في المطبخ ولا في اوضه النوم ولا في الجراج، في اي مكان تقعد فيه، وتحاول انك تعمل طقوسك اللي تخرجك من التوتر انت بنفسك. طب والناس اللي حواليك بقى كمان، يعني انا مسؤول عن نفسي وكمان الناس اللي حواليا، ومسؤول عن اللي حواليا واللي حواليا مسؤولين عني. فلو انا متوتر فده نتيجة لان في ناس حواليا كمان موتريني. طب دورهم ايه يا جماعة؟ خفوا عن بعض، خفوا عن بعض. انت ممكن النهاردة تكوني بتقتلي جوزك، وانت ممكن النهاردة تكون بتقتل مراتك بالضغط النفسي اللي انت عامله عليها. خفوا على بعض. وبالعكس، لما تشوف مراتك تعبانة ولا مضايقة طبطب عليها. الحنية ما بتكلفش، يعني لما تطبطب على بني ادم مش هتاخد منك فلوس. لما تقعد مع بني ادم وتتكلم معاه كلمتين كده بالعقل وبهدوء وتنصحه نصيحه، لما تقف جنب اخوك او لما تقفي جنب اخوكي او لما تقف جنب اختك او لما تقعد مع والدتك تتكلم معاها كلمتين كده بالعقل، هيفيدها صحيا، هيخليها تبقى تخرج من التوتر الشديد اللي هي فيه، ومش هيكلفك حاجه. يعني الدعم النفسي عاده كده بيننا وبين بعض في الاسره ما بيكلفش حاجه، هو بس عاوز شوية يعني انك تبقى ناصح، يعني تبقى هادي، تبقى عاقل شوية، تعرف لما البني ادم يكون متنرفز انت امتصه. واحدة جوزها متعصب، اهدي انت، انت عارفة ان الشيء ده بيعصبه، طب ما تعملهوش يا بنتي. ما تفتكريش ان ده نوع، في نوع من الهزار، او نوع يعني ان الحياة في زي ما بيعملوا في الافلام كده، ده اللي عملت حاجة خليته تجنن. يا بنتي احنا ما بنمثلش افلام في الحياة، الافلام دي تعمل عشان تضحك الناس وعلشان تمام، لكن انت ما ينفعش انك تعمل ده في الحياة. لو انت عملتي مع جوزك الحاجات اللي بتكيده، الحاجات اللي بتغيظه، بعيدا بقى عن ان ربنا غضبان عليكي وان كذا، انت بتقتليه وبتضريه بتمرضيه، وهو نفس الحكايه. يقول لك ده انا عملت ان انا مش عارف بكلم واحده ومش عارف ايه وخليتها ولعت. ايه في ايه ده يعني؟ ايه الفايده؟ طب بتضرها نفسيا وصحيا، لما تنيمها متنكده يعني ما بتضر صحتها. عشان كده النبي مثلا بيوصي بايه؟ حسن الخلق. يا جماعه خلوا حسن الخلق، بقى الناس متخيله انه يبقى قاعد حكيم، بالعكس تعامل بس مع الموقف، خليك هادي. لما تعرف ان اللي قدامك بيتنرفز من حاجه ما تعملهالوش. طب هو وصل وتنرفز، ما تقفش انت قدامه وتنرفزه زياده. طب انت عارف مثلا ان هو بيتنرفز، زي عارف انت يعني في مقوله كده يقول لك ده بيطلع وينزل على ما فيش. طب لما يطلع بقى كده سيبه بقى لحد ما ينزل على ما فيش ده، وبعدين ممكن بقى تبقى تقعد تتكلم معاه وتقعد تشوف ايه الموضوع. هو ده دورك هنا، هيكون داعم، لان اللي انت بتعمله النهارده مع مراتك وانتوا عندكم 40 سنه هيأثر على صحتكم لما توصلوا الستين والسبعين. صدقني شيء بديهي، كل حرقة الدم اللي انت بتعيش فيها انت ومراتك لسبب ممكن يكون تافه جدا، ممكن انه يسبب مش عارف يجيله التهاب في المعدة، والتهاب في المعدة ده يعمل توتر، وبعدين وفي النهاية كل ده كان ممكن ان هم يتلافوه لو هم طبعا لو من الاساس يعني كانوا اختاروا صح. يعني ان الناس بكل اسف الناس لما بتروح تتجوز بيتجوزوا على العام،
يعني ايه؟ يعني يقول لك اه كويس، هو كويس وهي كويسه. يا جماعه لما تيجوا تتجوزوا اتجوزوا بالتفاصيل، التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. ليه؟ لان احنا في الحاجات العامه ما بنختلفش. ما هو طبعا ما هو واحد مثلا مسلم رايح يتجوز واحده مسلمه، قاعده عامه مش هيختلفوا، مش مثلا واحد مسلم هيروح يتجوز واحده هندوس يعني، فهم الاثنين مسلمين. طب جوه التفاصيل بقى جوه الاسلام ده ايه؟ يجي هو بعد ما يتجوز يقول لها ايه؟ ما انت ما تحطيش مكياج، انت لبس النقاب. طب ما انت ما قلتلهاش الكلام ده من التفاصيل من الاول ليه يا عم الحاج؟ ما اخترتش انت ليه من الاساس واحده ما بتحطش مكياج؟ كان من الاول لو احنا كنا شفنا التفاصيل وتفاصيل التفاصيل في بناء العلاقه كان ريحنا نفسنا، وما كناش هنجهد بعض، ما كنتش هتلاقي الراجل عنده 50 سنه وكانه عنده 60 70 سنه. ليه؟ لان الاجهاد والضغط النفسي في خلال 10 سنين عامل ضغط بتاع 20 سنة 25 سنة، فتلاقي عنده 45 سنة وباين عليك انه عنده 60، وخصوصا لما تيجي تقارن يعني مع ناس يقول لك ايه، لا عشان الناس بتوع اوروبا اصل الجو عندهم، اصلهم ما عندهمش مشاكل. مين اللي قال لك؟ اصل عندهم المرتبات عندهم عالية. مش الحكاية مش كده خالص، هم علشان لما بييجوا يرتبطوا يرتبطوا بصراحة بوضوح. فبتسأل البني آدم وهو متجوز تفاصيل التفاصيل بتاعه الحياة ما فيهاش إجهاد، أقل التفاصيل. يعني مين اللي هيطلع كيس الزبالة؟ احنا متفقين عليها ما فيهاش أي مشكلة. لا احنا ممكن نلاقي الناس عندنا بيختلفوا على مين اللي حط الزبالة، مين اللي خد. كل الخلافات اللي بتحصل بتكون على تفصيلات صغيرة جدا. الست بتعمل لك الطبيخ، قمة الطبيخ، وتعب نفسها في المطبخ، وممكن يكون التفاصيل القليلة جدا بعد الطبخة الجميلة دي وبعد ما حطت الأكل على السفرة ومش عارف إيه، والراجل بقى التفصيلة صغيرة، هو عايز، هو بيحب الملح وهي ما بتجيبش الملاح، فبتنسى تجيب الملاح. طب هنا التفصيلة يا عم، يا إما أنت تجيب الملح ونخلص، يبقى أنت عارف نفسك كده، وهي بتجهز السفرة أنت بتساعدها أنها تجهز السفرة، جيب الملح أنت وحطه، يبقى احنا كده خلصنا وما توترش نفسك ولا تعصب نفسك. او هي ربنا يكرمها يعني وتاخد بالها ان يعني علشان ما تزعليش جوزك يا ستي وانت بتحبيه ومش عايزاه يجيله ذبحه بدري بدري، جيب انت جيبي الملح وحطيه علشان هو يشعر ان انت مهتمه بيه. خله السنان، ان راجل يقول لمراته يا ستي هاتي لي خله السنان، انا سناني لما باكل ومش عارف ايه والاكل بيقعد في بقي، فهاتي لي خله السنان. اه ده انا خرجت ونسيت اجيبها، اه ده انا خرجت. تفصيله، شوفوا تفصيله صغيره جدا ممكن انها تخلي ضغط الراجل يرتفع. ليه؟ ما هو اه ما هو واخد باله ايه؟ ما انت لو مهتمه بيا بقى، ما انا الشيطان يدخل. لو انت مهتمه بيا وبتحبيني كنت افتكرتي الحاجه اللي بتتعبني وكنت جبتيها لي. ان كان ممكن انت ببساطه يا ستي اول ما اخرجي قبل ما تروحي السوق وتروحي هنا، اخرجي روحي على الاجزخانه مثلا ولا على المحل اللي بيجيب اللي بتجيبي منه، اللي ممكن تجيبي منه الخله دي، ولا وجيبي الحاجه دي وخلي خلاص يبقى انا خلصت منها. او يا عم انت بدل ما تتعب نفسك يعني جيبها انت، انت خارج بره ومش هتشتريها وجيب. طب ما هي لازم تجيب. ما احنا لو قعدنا بقى هنا زي ما بقول تاني هنقعد ايه في قلب التفاصيل عمالين منغصين حياه بعض، وعشان كده هتلاقي الواحد عنده لسه ما جابش ال 50 وسنه كانه زياده 10 15 20 سنه، محطوطين عليه ايه؟ ضغوط نفسية من التفاصيل، مش اللي هي تفاصيل التفاصيل جوه الاكل. هي عملت ايه؟ حطت ملح ما حطتش ملح، حطت شطه ما حطتش شطه، جابت الميه ما جابتش الميه، عملت لي العصير في كوبايه صغيره، لا عملت لي العصير في كوبايه كبيره، لا انا بحب اشرب في المج ده، لا انا مش... هي دي ناس مختلفه على حاجات زي كده. والحاجات دي بتؤدي بقى بعد كده ايه؟ ان انت بتبقى مش طايق للي قدامك اي حاجه. اه ما هي مش مهتمه بيا، الشيطان يدخل بقى، هتبقى انت مش طايق لها اي حاجه، اي كلام اي شيء، خلاص انت بقيت عارف انت تسدد ودانك وسدد قلبك وسدد عينيك، ما انت مش طايق ليها اي حاجه، وهي نفس الحكايه مش طايقه لك اي حاجه، وبقت العيشه ضنك. كل الضنك ده بقى ياثر على ايه؟ ياثر على المخ والذاكره وياثر على الضغط والسكر طبعا. بينما هو لو كان الحياه يعني فيها نوع زي ما نقول كده فيها نوع من التفاهم، فكثير من المشاكل والضغوط هتبقى اقل بكتير جدا، فالعيشه هتمشي، فده هياثر على انك تلاقي بشرتك كويسه وتلاقي عينيك حلوه وتلاقي عينيك بدل اخضرت وشعرك اصفر وكل حاجه بقت زي الفل. ليه؟ لانك عايش عيشه فيها نوع من الاسترخاء. يا ريت يا ريت برضو حته زي الحته دي نبقى واخدين بالنا منها قوي، حته انت بتدعم اللي قدامك. طب علشان تعرف تدعمه يبقى انت لازم تكون متوافق معاه، فمن الاساس وانت بتختار يا عم اختار صح، علشان ما تدخلش في مشاكل، يا اما تبقى عايش في منغصات كتيره جدا، يا اما تخلف لكم عيلين وبعد كده العيلين يبقوا مش عارف ايه، يا اما مش او الراجل يجي له ذبحه. يعني شفنا نتيجه للضغط العصبي من في الزواج يجي له جلطه في القلب ويتحط في المستشفى، وبعدين يروح مش عارف يعمل ايه، وبعدين مشاكل 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 تؤدي الى ان تدمر صحه الرجل ولسه عنده 40 سنه. يعني لا مره ولا اتنين نشوف كده.
شاب كان مثلا في الثلاثينات اتجوز 4 5 سنين زي سمير غانم ما بيقول الراجل قعد سنه متجوز وبعدين جاله وجاله وجاله وجاله، وهو ممكن فعلا يعني شفنا ده بعينين ان هو بعد ما اتجوز مثلا في الثلاثين في الاربعينات كان عنده دخل المستشفى مرتين وعمل عمليه في القلب ومش ايه يا جماعه في ايه في ايه، وتروح للدكتور الدكتور يقول لك اه الضغوط الضغط القلق التوتر اللي انت عايش فيه، انه عمال يزعق مع مراته عمال النتع ده والزعيق ده في لوحده يجيب انفجار في المخ. فياريت الناس وهي بتختار من الاول يختاروا صح، واذا حصل وبقينا قاعدين عايشين مع بعض فياريت ندعم بعض، نحاول ان احنا نتكيف مع بعض، نحاول نرحم بعض علشان ما نرجعش نقول ماتوا هو نفسه في البليلة. واحدة جوزها خارج بيقول لها انا عايز يعني اعملي لي بليلة، فما عملتش البليلة يعني ما جابتش البليلة كنوع من يعني طيب ماشي هبقى اجيبها يعني هبقى اجيبها بعدين يعني او هبقى اعملها بعدين. نزل الراجل مات، خبطته عربية ولا لأي سبب يعني مات. فهي وهي في الجنازة بقى افتكرت ان هو يا ريتنا كلنا نفكر بالطريقة دي. انت ممكن تكوني بتتكلمي مع زوجك او انت ممكن تكون بتتكلم مع مراتك، والعياذ بالله ربنا يا رب يدي العمر للجميع يعني، ومحدش يا رب يشوف حاجه تسوءه في اي حد، ان ممكن فجاه الشخص اللي انت كنت تتخانق معاه ده واللي انت كنت مش طايقه علشان البليله ولا علشان الملح ولا علشان خله السنان ولا علشان ابره الخياطه ولا علشان ما نضفتش السجاده ولا علشان هو بيطلب مني حاجات متعبه وبيقرفني ممكن فجاه يموت يعني ممكن يعني شفناها يعني ولا ايه؟ يعني كلنا كل يوم بنشوف ناس ماتت حتى وهم صغيرين تاني، لان في توتر وفي ضغط نفسي وبيخلي يخلي البني ادم يموت يعني احنا بننتحر او بنقتل البني ادم اللي معانا بتصرفه، في حين ان المفروض العكس، المفروض ان احنا ندعمه، المفروض اللي هو ايه الموده والرحمه. ربنا خلق الناس علشان تعيش مع بعضها وخلاهم يتجوزوا عشان يعيشوا في موده ورحمه، وخلاهم يخلفوا عيال علشان العيال دول ينفعوهم لما يكبروا. انت النهارده يا سيدي قاعد مع ابوك وابوك بدا يكبر في السن، ارحمه، ما تبقاش انت عاوز تورثه بالحياه. الاقي الشاب عنده 20 25 سنه وابوه بقى مثلا عنده 50 سنه، طب مين اللي المفروض انه يساعد مين؟ يقول لك ابويا لازم يساعدني. بالعقل كده ازاي يعني؟ هو خلاص هو راجل كبر يا ابني في السن وبقى يعني حياته وراه، وهو خلفك علشان انت تسنده لما يكبر، مش تبقى انت قاعد مستني ان هو لما يطلع معاش هياخد المكافاه بتاعه المعاش، فانت عاوز تورثه بالحياه عشان تاخد المكافاه دي وتاخد انت تعمل بيها حاجه. يعني انت كرجل لك كرامه وبتحترم ذاتك، ليه عايز تاخد فلوس راجل تاني؟ هو ابوك بس هو راجل وانت راجل، والعكس هو المفروض انه يحصل. هو كبر في السن فالمفروض ان انت تديله. لو انا ما معيش ومش طب على الاقل ما تاخدش منه يعني، يعني على الاقل ما تبقاش انت عايش وحاطط في دماغك ومجهق ويعني عامل مخططاتك ان لما ابويا يخرج معاش خلاص خرج معاش ده انا بقى كبير في السن خلاص يا جماعه، الحكومه نفسها بتقول له خلاص انت ما تشتغلش بقى، فانا عاوزه بقى هو لما يخرج معاش انا اعمل ايه؟ اخد فلوسه واسيبه هو من غير حاجه اللي الحكومه بتديها له علشان تبقى امان ليه يعني لما يكبر ما يتبهدلش، ربنا يدي العمر يعني للناس. لا انا هاخد فلوسه دي بقى علشان اعمل بيها كذا، اعمل بيها كذا، ممكن عشان اشتري عربيه ولا علشان اغير عفش الشقه ولا علشان اغير شقتي ولا علشان اعمل مش عارف يعني حاجات كلها المفروض ان انت تعملها بنفسك بحر مالك انت. طب انا اخد من ابويا؟ لا ده المفروض العكس، يعني المفروض هو خلفك وكبرك وادالك لحد سن 18 سنه، مسؤوليه الوالد تجاه ابنه المفروض انها لحد سن 18 سنه، لحد ما بلغ خلاص وبقى كبير وعاقل ده المفروض يساعدني في الجواز. مين اللي قال كده؟ وحتى لو يساعد دي يعني ايه؟ يعني يدي لك حاجه كده، يعني مثلا انت هتجيب انت الشقه كلها وهتجيب العفش كله وهو يجيب لك حاجه مساعده، يعني يجيب لك مثلا ثلاجه يا سيدي، يبقى يا سلام يبقى يعني عدى العيد يعني. انما لا ده انت عاوز ايه بقى؟ يساعدني دي اللي هو ايه؟ هو يدفع لك كل العفش وهو يشتري كل الشقه. وبنلاقي بالفعل ان ايه الاب من وهو شغال انا عايز اجيب الشقه للواد، انت مالك انت تجيب الشقه للواد؟ ما الواد يجيب لنفسه يعني، انت ليه ضاغط نفسك وبتاخد رشوه يعني بتاخد فلوس حرام هتتشوي في جهنم علشان تجيب شقه للواد، او مثلا طحن نفسك انك تشتغل شغلانه واثنين وثلاثه ما بتنامش علشان ايه؟ علشان عايز اجيب ليه؟ احنا بنربي عيالنا نقول له وهو لسه عنده سنتين ثلاثه لما تكبر بابا هيجيب لك، ما ينفعش يا جماعه، المفروض تقول له لما تكبر انت تجيب، لما تكبر اشتغل واجتهد واعتمد على نفسك وجيب. هو ده اللي بيحصل في اوروبا، الناس مفككه، لا مش الناس مفككه، وانما بالفعل يعني بنلاقي الابن بيحترم ابوه جدا وبيزور ابوه وبيروح له وبيجي له وشافه، بس هو بقى عايش لوحده مسؤول عن نفسه، واذا عايز حاجه مساعده بتبقى المساعده اللي هي بالوضع الصح
ان ايه مثلا هو شغال وكل حاجه وتمام، والاب بيديله حاجه كده مساعده، يعني الدخل الاساسي بتاع البيت اللي الابن متجوز فيه ده هو الابن هو اللي جايبه، والاب بيساعد. يعني مثلا لو الحاجه بتتكلف 1200 مثلا، يعني الابن جايب ال 1000 والاب ممكن يديله ال 200، او الاب والام مثلا يساعده بال 200. لكن اللي بيحصل عندنا العكس، يعني في مجتمعاتنا الشرقيه ان الطفل عاوز ابوه يجيب له كل اللي هو عاوزه، وبعدين لما يكبر رايح يتجوز عاوز ابوه يجيب له كل. وانت جبت ايه بقى؟ هيقول لك منين؟ طب منين يبقى انت ما تجيبش؟ لو انت مش قادر لسه انك تشتغل وتعمل هذه الخطوه مثلا انك تتجوز، او تعمل خطوه انك تشتري عربيه، او ما تجيبهاش، حاول انك تعيش من غيرها. ليه؟ لان انت رجل تعتمد على نفسك، والراجل اللي كبر ده هو اللي خلفك وهو اللي جابك في الحياه وهو كده هو يشكر على ده، مش يقول لك ايه بقى كنتوا بتخلفونا ليه. ده قمه السلبيه وقمه عدم معرفه حق الناس. هو خلفك، ده انت تحمد ربنا ان هو خلفك، ان ربنا خلى ده ابوه، واللي انت كنت هتبقى في اللا شيء لو هو ما خلفكش، تبقى مش موجود. ولكن لان البني ادم فاشل، لانه بني ادم سلبي، رقم كان احسن لو ما كانش خلفه. لا بالعكس، هو خلفك وانت المفروض انك انت تبدا انت تعمل دورك، انت لابد ان انت تشتغل وتجتهد وتعمل حياتك بنفسك. بل والاكثر من كده، ان انت اللي المفروض انك كل شهر كل مرتب او كل دخل يجي لك منه تفرح ابوه، تفرح امه، تديهم. وعشان كده الحديث حتى انا بقول لك ايه، انت ومالك لابي، ما قالش مثلا انت المال الاب والام لاولادهم، هم بالفعل بيدوا من غير شيء، هم بيدولك مش منتظرين منك حاجه. ولكن يعني انت المفروض، انا كراجل كده محترم ومقتنع بنفسي وشايف ان انا محقق ذاتي، اشوف امي مثلا محتاجه ايه او مش محتاجه، افرحها. ومش افرحها بس في عيد الام، ده ممكن يكون كل يوم، او على الاقل مثلا كل شهر كده. الناس شفنا ناس على فكره ويكون دخله مش كبير قوي، ولكن هو كل شهر مثلا لما بيروح يشتري التموين بتاعه ولا الحاجات اللي بيجيبها للاكل والشرب مش عارف ايه، يقوم جايب حاجه لوالده ووالدته ويروح يوديها لهم، كتيره او قليله. هو ده الدور اللي المفروض ان الابن يعمله، الابن الكويس اللي هو المحترم الناجح اللي هو المفروض يعني انه قايم بدوره الصح، يدعم اهله. ولما الابن يدعم ابوه وامه، ده يخلي نفسيتهم كويسه، يخلي صحتهم كويسه، ياخر حالات الزهايمر عندهم. لما الزوجه تدعم جوزها والزوج يدعم زوجته، فنفس الحكايه، ده هيخلي صحتهم تبقى افضل، يخلي قدراتهم العقليه افضل، ياخر عندهم الامراض المزمنه عموما. زي ما قلت الامراض المزمنه، بنلاقي شاب عنده 40 سنه ويجي له ذبحه، يجي له جلطه. ليه؟ لان الزوجه ما كانت الحاله مبهدله ومشاكل وكذا وكذا، طبعا يقع من طوله. نفس الحكايه، زوجه مسكينه مثلا او ظروف صعبه والزوج عمال يقرف فيها ومش عارف فيحصل ان هي يجي لها برضه مرض. تشوفها كده بس، يعني لما تشوف شكلها تلاقيها باين عليها الهم زي ما بيقول. طب كان ممكن العمليه تبقى احسن طبعا، وسهل جدا انها تبقى احسن لو الناس خدوا بالهم من التفاصيل البسيطه اللي مخليه الدنيا عايشه نكد قوي. ابسط الطرق تخلي الحياه بتاعتك فيها كم اكبر جدا من السعادة، يخلي صحتك أفضل. من ضمن الحاجات اللي لابد أن الناس تاخد بالها منها علشان حماية المخ، موضوع الأسنان، الأسنان واللثة. أي تسمم ممكن أنه يحدث في اللثة أو الأسنان سهل جدا أنه يوصل للمخ. وأظن لو نفتكر كده، كان الله يرحمه كان فنان اسمه طلعت زكريا، راجل كان كوميدي، كان حصل عنده تسمم في اللثة والحاجة وصلت للمخ، و قعد فترة طويلة يعني في كوما ومرض شديد جدا. وهو لو الناس مش واخده بالها منه، هو الراجل اللي كان عمل طباخ الرئيس، اللي هو عمل طباخ الرئيس ايام الرئيس محمد حسني مبارك. والرئيس محمد حسني مبارك زيه زي اي رئيس، زيه زي اي رجل سياسة، له ما له عليه ما عليه. وكان في عصره في حاجات كتيرة فيها تجاوزات وحاجات سيئة، وفي عصره كان في حاجات كتيرة كويسة. قامت ثورة وشاليه بهدلته زي كل الثورات ما بتعمل في الناس اللي بتصور عليهم. لكن أذكر أن مثلا طلعت زكريا ده، هذا الفنان، لما عيه وكان في حالة صعبة جدا، هو بيقول يبدو يعني أنه لما عمل الفيلم اللي هو بتاع طباخ الرئيس ده، أن الرئيس محمد حسني مبارك كان معجب بيه، فبعت له ناس مخصوصة تاخده من المستشفى اللي كان فيها وتحطه في مستشفى تانية، أظن إن هي مستشفى جيش أو حاجة زي كده. وده اللي كان سبب بعد كده إن الراجل بقى صحته أحسن، يعني بالعلاج اللي كان بنوع من التوصية الرئيس محمد حسني مبارك. وزي ما بقول إن إحنا في أي حاجة يا جماعة نقول اللي للبني آدم ونقول اللي عليه،
يعني مش علشان هو كان عنده أخطاء في حياته أو عنده تجاوزات في أيام حكمه، حصل تجاوزات وناس، فنقول كل شيء هو عمل كل حاجة وحش. لا، هو حتى كبني آدم كلمسة إنسانية عمل هذه اللمسة، وأنا بأذكرها في معرض الكلام إن الموضوع اللسة أدى لتسمم حصل لهذا الرجل، وهذا الرجل نتيجة للمرض كان في المستشفى، وإن الرئيس محمد حسني مبارك عمل هذه اللمسة معاه. إحنا بقى اللي يخصنا في الموضوع إن إحنا ناخد بالنا من اللثة بتاعتنا ومن أسناننا. البني آدم إذا حصل إنه شعر بأي شيء عنده في اللثة أو في الأسنان، فلا بد إنه هو ياخد الخطوات اللي تعمل على الموضوع ده تنظيفه، أو إنه يروح للدكتور والدكتور يديله الحاجات بأسرع ما يمكن علشان الموضوع ما يتفاقمش وما يلاقيش نفسه ممكن الموضوع يؤدي إلى شيء يعني خارج تماما عن السيطرة. البني آدم لما يوصل بعد 40، خلينا نقول حتى لحد 50، لابد أنه بعد كده يبدأ يعتمد على الحاجات المساعدة. يعني إيه؟ جسمك دلوقتي مش قادر إن هو يمتص الفيتامينات زي قبل كده، وعلشان تاخد الكمية الكافية مثلا من فيتامين سي، أنت عايز تعمل كوباية زي كوباية الشاي كده مثلا عصير ليمون وتشربها. طب فين ده هتقدر انك تاخده؟ لا مش هتقدر. يبقى لازم انك تاخد فيتامين سي مثلا على هيئة كبسولة مثلا. الحاجات، معظم الحاجات يقول لك الحاجة موجودة في الخضار يا عم وانا مش حاسس بحاجة. ولكن مع السن بعين 50 هتلاقي ان جسمك مش قادر يمتص الفيتامينات زي قبل كده. فهيحصل ايه؟ من الحاجات المعروفة جدا واللي بعلاقة مباشرة جدا مع المخ، فيتامين ب 12. طبعا فيتامين ب هو بي كومبلكس، يعني في اكتر من فيتامين ب. فيتامين ب 12 بالذات لقيوا ان نقصه له علاقه مباشره للناس بالاكتئاب. يعني ناس كتيره جدا لما بيقولوا عندنا اكتئاب عندنا اكتئاب، لما بيعمل تحليل دم الدكتور عاده قبل ما يديله حاجه مضاده للاكتئاب بيعمل له تحليل دم يشوف نسبه فيتامين ب 12. ليه؟ لان نقص فيتامين ب 12 بيخلي البني ادم يشعر بالكآبة والحزن ويظهر عنده اعراض الاكتئاب. حتى لو نقص، لو فيتامين ب 12 ناقص وادينا له فيتامين ب 12، فهو عاده في الاغلب حاله الاكتئاب والحزن دي بتروح. مخ فيه كيمياء معينه، لو نقصت الماده الكيميائيه دي هيعمل اعراض معينه، لو ادينا له الماده الكيميائيه دي الاعراض دي هتروح. من المؤكد كمان علميا ان نقص فيتامين ب 12 لو المخ شغال مع نقص فيتامين ب 12 لفتره طويله بيبدا يعاني من امراض الذاكره، وبيكون يعني مجهز لانه يصاب بمرض الزهايمر. لو البني ادم يا ريت ضمن ياخد باله فيتامين ب 12 عنده مستوى قد ايه، علشان ما يعيش فتره طويله نقص فيتامين ب 12، فده يكون عامل مساعد لتفاقم مرض الزهايمر بعد كده. يعني لو انت خليت فيتامين ب 12 دائما في المستوى الطبيعي له، هيكون وقايه لان المخ يبقى مجهد وانه ممكن يظهر عليه اعراض الزهايمر مبكرا. معظم الحاجات اللي ممكن انها تفيد صحتك موجوده عندك في البيت وانت بتستخدمها، بس بتستخدمها بكميه قليله، واللي احنا بنقول عليه ان يا ريت تستخدمها اكتر، يا ريت تستخدمها بشكل دائم ومستمر، يعني كل يوم. دراسات بتؤكد، طبعا كل الناس عارفين دلوقتي ان الخل مفيد للصحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث في الخل، يعني في حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الخل، خير الإدم الخل، يعني خير الطعام الأكل اللي ممكن تاخده بالخل. أظن إن أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الخل بس، يعني ما كانوش بيحطوا بقى الخل على كذا وكذا ويعملوا حاجات، يا سلام زي إحنا ما بنعمل كده. لا، هو مجرد مثلا خل مع حتة لقمة ناشفة وكانوا بياخدوه كده. من الحاجات طبعا المؤكد إن مثلا الخل بيؤدي إلى حساسية الأنسولين تبقى أفضل، الشهية تبقى أقل، البني آدم يقدر إن وزنه يقل. فلما يحصل الموضوع ده كده إحنا هو ساعد في عملية الهضم في الأنسولين، يساعد في خفض الوزن. أظن إن من الأفضل، طبعا معظم الناس هتقول لك حط الخل على السلطة، مفيش مشكلة، جميل إنك تحط الخل على السلطة وإنك تاخد الخل مع السلطة، ولكن برضو لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة. كتر ما الخل يلمس الأسنان، هو مادة حمضية وممكن مع الوقت، يعني أنا مثلا عندي 20 سنة وبقعد أخد بقى الخل كل يوم، بأكل حاجات بخل كل يوم، ممكن إنه يأثر على المينا بتاعت الأسنان. ليه؟ لأن أنا بقالي 50 سنة بعمل الموضوع ده. مثلا شخص عنده 12 سنة ولا 20 سنة على بال ما يوصل 70 هو بياكل دايما بخل، والخل بياكل في المينا بتاعت الأسنان. عشان كده يستحب إن أنت لو هتاخد الخل كتير يعني دايما
وده شيء يفضل انك تاخد الخل دايما، انك تاخده على هيئة محلول، يعني تخفه في مية، معلقة خل في مية وتاخده بالشفاطة، يقوم الخل يدخل في الفم وما يبقاش دائما مع الاكل ولامس للاسنان. يبقى انا اخدت اكبر كم من الخل باخده، مثلا لو انا هاخد مثلا معلقتين او ثلاثة في اليوم، يبقى معلقتين منهم محطوطين في مية والمية ودخلوا في الجزء، مثلا لو احط شوية ولا حاجة على السلطة مش مشكلة، لكن انت محتاج تقريبا كل يوم على الاقل معلقتين ايا كان خل بقى. يعني الناس هتقول خل التفاح طبعا جميل جدا، ما بنقولش لا، ولكن هو عموما اي خل له نفس التأثير، لكن خل التفاح فيه فوائد تانية غير العملية الحمضية. اللي احنا بنتكلم فيه في الخل عموما انه مادة حمضية بتساعد حمض المعدة، بتساعد ان الشهية تبقى مقفولة شوية، بتقلل سكر في الدم، بتساعد ان الانسولين يبقى مش عالي قوي، فبتخلي ان الوزن يقل، وبالتالي كل الحدوتة دي بتؤثر على نتيجة جيدة، وتؤدي الى نتيجة جيدة مع الزهايمر. كمان موضوع النظر يا جماعة، من المؤكد ان البني ادم لما هيحافظ على نظره، الدراسات بتقول كده، هو مش قادرين يلاقوا العلاقة المباشرة ما بين ان البني ادم لما بيكون نظره افضل الزهايمر بيتأخر، القدرات تأخر القدرات العقلية بتكون اقل. وده في الغالب ليه؟ لان البني ادم لو نظره ضعف هينقفل على نفسه، واكتر شيء هيضر العقل والذاكره هو ان البني ادم يبقى مغلق على نفسه. خلي بالك زي ما بقول، لابد من حياتك، عشان كده انا كنت بتكلم على الجواز والزوجه والاولاد ليه؟ لان انت لو حياتك الاجتماعيه كويسه فانت هتقدر ان تعيش افضل، وده هياخر مرض الزهايمر. ضعف البصر ممكن انه يخلي البني ادم ينغلق على نفسه، ممكن انه يخلي البني ادم حتى مش عايز يقوم من مكانه، ما هو خايف يقوم مثلا يقع، مش شايف قدامه قرايه هو هيقرا ازاي وهو نظره مثلا ضعيف. ضعف البصر هيخليه لا عايز يقرا ولا عايز يمارس رياضه ولا عايز يشوف حد ولا هو اصلا شايف، فبالتالي النتيجه لكده انه هيؤدي الى ان مرض الزهايمر يكون تطوره اسرع. طب والعكس، يعني بيقولوا حتى ان مجرد بس ان الواحد بيروح لدكتور العينين مرة واحدة في السنة، ده بيقلل من حالة الزهايمر أو بيؤخر من نسبة تطور الزهايمر. إن لو ده حصل فهو معناها إن البني آدم عاوز يبقى موجود في الحياة، هلبس نظارة ويشوف، هيروح هيجي هيحاول إن هو يمارس أنشطة، وبالتالي ده هيساعده على إنه يكون موجود في الحياة، بالتالي هيؤخر الزهايمر. في بداية كلامنا قلنا إن السكر مضر جدا لكل شيء في الجسم، وأكبر علاقة ضرر هو ضرره للمخ، درجة إن في بعض الحالات بيقولوا إيه؟ أن مرض الزهايمر هو مرض السكري الثلاثة، عارفين السكر أول اللي هو الناس بتتولد بيه، ومرض السكر من النوع الثاني اللي هو الناس يعني بيتكون عندهم نتيجة للإهمال في العيشة ونتيجة مع السمن وكذا، والسمنة والإسراف في الأكل وكذا، البنكرياس مش قادر يشتغل، بعد ما كان شغال بقى مش قادر يشتغل. بعد كده بيقولوا كمان بقى أن السكر من النوع الثلاثة هو مرض الزهايمر. ليه؟ لأن من المؤكد أن من أكتر الحاجات اللي بتؤدي إلى تدهور حالة الزهايمر وتخلي كمان أن مرض الزهايمر يظهر بدري عن غيره، من شخص تاني، من شخص للتاني، يعني هو السيطرة على حالة السكر في الجسم. يعني لو العياذ بالله الشخص عنده مرض السكر، فلابد لابد لابد أنه يتخذ كل الإجراءات للسيطرة على مرض السكر. ليه؟ لأن مرض السكر بالضبط كده، السكر بينتج حاجة، الحاجة دي الجسم بينتج بروتين معين، البروتين ده بيروح يفضل على المخ، يفضل على خلايا المخ، علشان الجسم يقدر ينظف هذه الخلايا كل يوم. المفروض ان عملية التنظيف دي بتحصل كل يوم كل ساعة، لما البني آدم بيروح ينام المفروض ان المخ الجسم بيبدأ تنظيف المخ من الحاجات اللي ممكن تؤدي الى الزهايمر. اوكي، عشان بس الفكره تبقى واضحه، يعني انت دلوقتي بتاكل وعايش، ولما بتروح تنام المفروض ان الجسم بيعمل عمليات تانية خالص غير وانت صاحي. من ضمن هذه العمليات انه يروح يشتغل على تنظيف المخ من البروتينات اللي ممكن تؤدي الى مرض الزهايمر. لو الجسم فيه سكر مش هيقدر يعمل العمليات، لان الهرمون اللي المفروض انه يكون شغال علشان ينظف هيكون مشغول مع السكر. عشان كده يستحب ان سيادتك حتى لو بتاكل حلويات او حتى لو بتاكل سكريات، ويفضل ان يكون لأ، حتى لو بتعمل ده تحاول تاخده بدري خلال النهار علشان يبقى الجسم اشتغل عليها، حرق السكريات دي، وبعدين لما تروح تنام يبقى الجسم مش مشغول مع السكر فيروح يشتغل مع المخ وينظف المخ. علاقة وثيقة مؤكدة ان الناس اللي عندهم مرض السكر النوع الثاني ومش مسيطرين عليه بيظهر عندهم مرض الزهايمر بشكل اخطر، مبكر اكتر، وتداعياته بتكون اسرع. من ضمن الحاجات اللي برضو موجودة عندنا في البيت كتير، واللي أحيانا الناس بتسرف في استخدامها وأحيانا ما بتستخدمهاش، اللي هو الشاي.
وطبعا هيقول لك شاي ايا كان لونه وايا كان اسمه وايا كانت ماركته، هو شاي فيه مادة معينة فعالة من الممكن انها تصل الى المخ وتعمل على مساعدته على انه يتلافى يؤخر مرض الزهايمر. وتاني زي ما بنقول كل اللي احنا بنتكلم فيه ده المفروض انه بيتعمل قبل ما يحصل الزهايمر، متى ما حصل بتكون كل الحاجات دي دورها هيكون يعني ما مش لا يذكر. من الحاجات طبعا اللي لازم ناخد بالنا منها يا جماعه ان وانت بتشرب الشاي، يعني الناس تقول لك ايه اشربه بلبن علشان يبقى مش عارف يعني ما مفيد ولا صحي ولا كذا، لو انت بتشرب الشاي بغرض انه يكون الاستفاده من مضادات الاكسده في الشاي فيفضل انك تشربه من غير لبن. ليه؟ لان اللبن على الشاي هيضعف مضادات الاكسده اللي في الشاي بنسبه حوالي 25%. هل الشاي اللي هو الشاي ده اللي فيه التيين الاحمر ولا الاخضر هو افضل حاجه يعني مضادات اكسده؟ لا، هو اكتر شيء الناس متعارفه عليه، تمام. لكن مثلا انا في رايي يعني البني ادم لو انت عاوز تاخد مضادات اكسده بس من الشاي فانت هتاخد نسبه عاليه جدا من مواد تانية مش مفيده، فيكون من الافضل زي ما قلت انا قبل كده في فيديوهات تانية انك تعمل خلطه من الاعشاب يكون فيها مضادات اكسده كتيره، حطها في ميه انقعها مثلا بالليل تاني يوم الصبح، خد الخلطه دي الشاي بقى اللي هو الناتج الميه الناتجه عن الخلطه دي اشربها بقى كانها شاي ولا اشربها كانها شربة، يعني حاول ان انت تخلي طعمها زي ما قلت قبل كده، حاول ان انت تخلي طعمها مستصاغ ليك علشان تقدر تشربها كل يوم. حاول تخلي الخلطه مثلا فيها طعم الحاجه اللي انت بتحبها اكتر، مثلا طعم الكمون انت حبه فخلي الكمون اكتر، طعم الروز ميري انت حبه خلي الروز ميري اكتر، طعم مش عارف الجنجر مثلا هو خليه هو اللي اكتر، خلي فيها كل حاجه وخلي فيها الطعم السائد اللي انت حبه. مثلا حط عليها شويه خل علشان الخل هيغطي طعم اي شيء انت مش حبه مثلا، ولكن لابد ان تخلي الخلطه دي فيها كميه كبيره وتشربها كوبايه كبيره كده وتشربها خلال اليوم كمان، يا ريت يعني توزعها يعني تعمل مثلا زي لتر كده وتوزعه على اليوم تشربه، الى جانب انك ممكن تاخد شويه شاي ايا كان لونه، وممكن تضيف الشاي نفسه في قلب الخلطه دي. يعني انت ممكن حتى في الخلطه دي حط شاي وحط قهوه وحط روزميري وحط كمون وحط كزبره وحط فلفل اسود وحط نعناع وحط ريحان وحط كل شيء ممكن تلاقيه عند العطار وتحس ان طعمه كويس ومش هيسبب لك مثلا اسهال ولا هيسبب لك حاجه، ممكن تحطه في قلب الخلطه دي بما يتلائم مع ذوقك والطعم اللي انت تقدر تشربه وما يعملكش مشاكل لما تشرب. حد يقول انا لما بشرب مثلا كذا بيتعبني، خلاص شيله من الخلطه، هيبقى معاك حوالي 10 15 حاجه تانيين ممكن تحطهم وتبقى الحاجات دي كلها فيها مضادات اكسده مفيده. وانما ما تركزش على حاجه واحده بس، لانك لو عايز تاخد حاجه واحده بس هتلاقي نفسك علشان تاخد منها كميه كافيه هتاخد فيها حاجات تانية مضرة، واخدين بالنا؟ يعني لو انا مثلا عايز اخد مضادات الاكسدة من الشاي بس فهلاقي ان في نسبة عالية جدا من اليود مثلا، هيعمل لي حالة من التسمم، هيعمل حاجة مش مفيدة. فبالتالي او مثلا القهوة، هاخد القهوة عايز اخد كل مضادات الاكسدة وكل المساعدة اللي تروح لمخي من القهوة بس فهيرفع لي الضغط، بينما انا لو حطيت شوية قهوة صغيرين، لو حطيت شوية قهوة صغيرين مع شوية شاي صغيرين مع شوية ريحان مع شوية جنجر مع شوية بقدونس مجفف او اخضر او كذا واحط كل الخلطه دي، فهبقى انا اخدت من فايده كل واحد فيهم، وكمان ما بقاش عندي حاجه منهم فيها اوفر دوز فممكن تسبب لي مشاكل. وزي ما بقول نخلي الطعم مستصاغ بحيث ان انا اقدر اشربها كل يوم. حاجه زي كده يا جماعه المفروض ان كل يوم بعد سن الأربعين كل يوم تاخد الحاجه دي، اذا فات يوم يعني ولا حاجه الدنيا مش هتنفجر، ولكن يعني خلي الغالب عندك انك دايما تعمل الموضوع ده. ليه؟ لان انت كل يوم عاوز تنظف المخ، كل يوم عاوز تخرج الجذور الحره مضادات الحاجات المؤكسده جوه الجسم، انت محتاج انك تخرجها. اكتر شيء واهم شيء ان يكون عندك علاقات اجتماعيه، وعشان كده انا في معرض الكلام واحنا بنتكلم في الاول اتكلمت عن الزواج، اتكلمت عن الابن، اتكلمت عن الزوجه، اتكلمت عن الام. علاقاتك الاجتماعية، صداقاتك، أصحابك، الناس اللي أنت بتروح لهم، الناس اللي بيجوا لك، كل ما العلاقات دي يعني هتكون واسعة ومفيدة وداعمة، يعني مش مثلا يبقى عندك علاقات وناس بتقرفك يعني في عشتك، ها؟ عندك علاقات ناس بتنتقدك ودايما منكدة عليك، لا بلاها يعني،
لا انت عايز علاقات داعمة، عايز علاقات تدخل عليك السعادة. انت يا ابني لو انت عاوز تكرم ابوك دخله في حياتك بشكل سعيد، يعني مش تدعوه لمشكلتك مع مراتك، تدعوه علشان انت ما معكش فلوس تفتكره بس في الحالة دي. حاول انك تخلي والدك يتدخل في حياتك مثلا لما يكون عندك عيد ميلاد، لما تكونوا رايحين تخرجوا مع بعض تتفسحوا، ها يعني تدعو والدك وانت رايح تتفسح. ما هو دي المشكله، هو وانت رايح تفسح مراتك انت والعيال ما تفتكرش ابوك، ولما تتخانقوا يبقى في مشكله هنا تتصل بابوك تعالى علشان تشوف المشكله. لا، يا ريت يكون العكس، يعني لما يكون عندك مشاكل ما تقولش لابوك عليها. ليه؟ هو كبر خلاص ومشاكله، تخطى مرحله انه يفكر في حل في مشاكل بقى لو هو وصل يعني مثلا لسن المعاش. طبعا انا بتكلم ايه، ان الابن دلوقتي في الثلاثينات فالاب بقى في الستينات تقريبا، ها يعني تقريبا كده. فيا ريت انت تريح ابوك، مش كل مشكله تحصل تروح تحكيها له تخليه يتوتر ويزعل عليك ويحزن عليك. على فكره ابوك هيحزن عليك جدا، يعني انت مش فاهم ده، مش هتحس بيه غير لما تبقى اب وابنك يكبر ويحكي لك مشاكل وتبقى حاسس ان قلبك وجعك على ابنك. عايز تريح ابوك وعايز تسعده او عايز تعمل دورك الصحيح مع ابوك، حاول ان انت تخليه تدخل عليه السعاده زي ما بنقول كده، وانت رايح تتفسح خده معاك. ولما يكون في مشكله حاول تحل المشكله حتى من غير ما تعرفه، علشان ما يحزنش عليك، علشان ما يتوترش، علشان ما يقلقش. ليه؟ لان خلاص هو بعد ما بقى في الستين الهدوء اللي انت شايفه ده مش هدوء اكتر منه كمان، يعني تعب، هو بقى تعبان مش قادر بقى خلاص، يعني عارف سيبه بقى، سيبه يرتاح. لما تيجي انت عاوز تعمل حاجه يعني خده زي ما بنقول كده، رايحين المصيف خد ابوك معاك بقى، وانت رايح المصيف يقعد معاك على البلاج بتاع، حلو، تبقى انت كده عملت شيء يعني في دورك الصح. عندك مشاكل حاول تحل مشاكلك بنفسك، ابعدها عن الشخص. من اكتر الحاجات اللي لقيه انها ممكن تفيد الناس اللي هم يعني عندهم الزهايمر مثلا، ان انت لما تقول لهم على اخبار سعيده، لما يكونوا لسه مستوعبين الاخبار، ها بتساعدهم ان هم يشعروا بالسعاده ويرجعوا تاني يبقوا متصلين تاني بالحياه. يعني تقول لهم مثلا يا سلام عارف فلان الفلاني خلف ومش عارف ايه، يفرح الحاجات المفرحه، في طفل جديد جه في العيله، يا سلام جميل، توري الطفل لجدته او لجده، فتقوم الجده تفرح، فده يساعد حالتها النفسيه، في الحاله النفسيه تساعد حالة العقلية، تخلي الحاجة يا إما يعني قلل من أثرها وتؤخرها علشان ما تتطورش بشدة. وفي نفس الوقت إن لو في مشاكل اجتماعية حاول تجنب الناس اللي كبروا بقى، مفيش داعي إنك تعرفهم ده فلان خطب فلانة وبعدين سابها، ده فلان طلق فلانة، ده الواد مش عارف مين هيطلق ما عرفش، ده فلانة رفع على فلان قضية. ما هو ماله الراجل اللي كبر في السن ده هيعمل لكم ايه؟ يعني انتوا عايزين هو ينزل يحل لكم المشاكل دي، وينزل هو يروح المحاكم ويروح الاقسام؟ يعني مش ده دوره دلوقتي، هو عمل خلاص اللي عليه زي ما بقول كده، ان ده يعني الحكومة قالت له مش عاوزينك تشتغل خلاص، هو بقى في المعاش. فالمفروض ان انتوا كمان تتعاملوا معاه من هذا المنطق، مش معنى ان انتوا تسيبوه بقى مركون جنب الحيطة علشان هو مش هيجي يحل معانا مشاكل. لا، خده معاك في الحاجات السعيدة، وتاني بقول اهو، خده معاك وانت رايح المصيف، خده معاك وانت رايح تحتفل بعيد ميلاد، خده معاك وانت رايح تتفسح في جنينة، ولا ها وانت رايح جنينة الفسطاط، ولا رايح نيس ولا باريس، ولا خده معاك في دي. لما يكون في نكد يا ريت ما تقولوش، هيكون هو ده، هي دي العلاقات الاجتماعية المطلوبة للناس لما يكبروا في السن. نفس الحكاية الشخص نفسه، يا عم انت لو انت مثلا عندك 50 سنة ولا 60 سنة، حاول انك لو في حد يا عم في اصحابك بينكد عليك ابعد عنه، شوف اصحابك بس الكويسين اللي مريحينك وانت مريحهم، حد بيغلس وبتاع ومش عارف ايه وانت بتتعكنن منه يعني ما تعرفوش، مش تقول انا فلان ده بيعكنني بس هو صاحبي، لا يا عم بلاش منه، لان انتوا كده بتضروا بعض، انتوا بتقرفوا بعض، بتتعبوا بعض، وده هيأثر على صحتكم وهيأثر على حياتكم، هيأثر على القدرات العقليه بتاعتكم. ان بنفسك الحاجات اللي ممكن انها تنكد عليك، انها توترك، انها تنرفزك، انت كشخص لسه في الستين ولسه واعي لنفسك، جنب نفسك الحاجات دي. فهم كمان ربي ولادكم على كده، ربي ابنك ان انت لما هتخلص، لما هتوصل سن 18 سنه هتبقى راجل تعتمد على نفسك. بابنك ان هو لما يكبر ويبقى عنده 30 سنه مثلا وانت بقيت فوق ال 60، ان هو ما يقولكش مشاكله ويحاول يعتمد ويحل مشاكله بنفسه، لو بالحكمه قوي فيكون في اضيق الحدود، لو في حاجات سعيده يبقى هنا هو ده دور. ما هو العمليه بالتعلم، احنا هنربي اولادنا ازاي، فاولادنا هيتصرفوا وبعدين اولادنا هيربوا اولادهم، فهتبقى هو ده الدور اللي احنا عاوزين نوصل له. عاوزك دلوقتي وانت مخلف ابنك اللي عنده 3 سنين ولا 5 سنين تخليه يبقى تربيتك ليه تبقى ان هو يعتمد على نفسه، لما تكبر اعمل كذا، مش لما تكبر انا هعمل لك.
لابد ان يكون هذا هو الحوار. ليه؟ لان ده بيعمل مبادئ في المخ، بيعمل مبادئ في الشخصيه، هيبقى شخصيه انه متواكل تماما ومعتمد عليك انت وبس، ولا هيبقى شخصيه مستقله ويقدر ان هو يعتمد على نفسه. ده بناء على اللي انت بتقوله له، وبناء على اللي انت بتصدره له من مشاعر واحاسيس. ويحضرني في الموضوع موضوع التربيه ده، اب انجليزي مخلف ولد وبنت، البنت مسافرة بره يعني في شغله وعايشة حياتها بعيد عن الأب. أب بيمتلك بيت وعنده دخل كويس. الابن لظروف ما توقف عن العمل وفي أواخر العشرينات مش هيشتغل، يعني مش شغال. فالأب كان موقفه بالنسبة لنا كشرقيين يعني هيبقى مفاجأة. قال لابنه أنت مش شغال، مش شغال ليه؟ لو مش هتدفع إيجار في البيت، وقبل كده ما كانش بيطلب منه إيجار، ولا قال له لو مش هتدفع إيجار في البيت أخرج بره، أنا عاوز منك إيجار كل شهر 300 جنيه استرليني، لو مش هتدفع ما تجيش. فطبعا الابن مش عارف يعمل إيه، ومش شغال، بيدور على عمل، مستني إنه يلاقي شغل، مش عارف إيه، دور إنه يبيع حاجات على الإنترنت. طب يابا بص أنا النهاردة عملت 100 جنيه الشهر ده، معايا 100 جنيه من الحاجات اللي بعتها على إي باي، و استلفت 50 جنيه. قال 150. قال له يبقى عليك 150 لما الشهر الجاي لما يجي لك تجيبهم. حاضر. الشهر التاني التالت الابن بيحاول انه يسدد جزء من الايجار ويعمل. المهم ايه بعد كده؟ الابن اشتغل وادى، بدأ يسدد لوالده ال 300 جنيه اللي هو طالبهم منه دول. وبقى كمان مش بس يعني مش اشتغل بعد سنة ولا اتنين ولا كده، بما انه اشتغل بقى فتعرف على بنته وكمان هيتجوزها. هتجوز؟ اه طيب هتتجوز، هتعمل ايه بقى؟ عيش معاك هنا في البيت. قال له ازاي بقى تعيش هنا في البيت؟ لا روح شوف لك انت بيت لوحدك. يابا ما في مكان في البيت ومش عارف ايه. وده خلاص لو كده يبقى تدفعه مش 300، تدفعه 400، ما انت هتجيب لي واحده زياده. حقيقي. فالابن ماشي، الابن وافق، البيت ملك الاب يعني، حتى هو الاب ما بيدفعش ايجار. الابن وافق ماشي هنعيش معاك وكده، هجيب عفش ومش عارف ايه. ماشي اشوف العفش اللي هو كان قديم دول انت شيله وجيب انت عفش وكده. فالابن هو اللي جاب العفش من مرتبه. كان الابن دايما لما بيجي يفضفض او يتكلم او بيحكي ويفضفض، والدي بيعملني بشده، والدي قال كذا، والدي عمل كذا. جه في مره يعني لما اتعرفت على الوالد بعد حوالي سنتين ثلاثة لما كان الابن اتجوز وخلف، يعني أنا في مناسبة إني أشوف الوالد شفته لما الابن خلف. فروحت، فالأب لسبب ما هو فاهم تقريبا يعني الابن بيقول له يعني أنا ما أروح أتكلمه بفضفض مع الراجل ده. الأب فاهم أو عنده إحساس مثلا إن أنا يعني أنا مستغرب قوي يعني موقفك منه، أنت قاعد في بيت ملك وما عندكش غيره، يعني ده هم بلد وبنت، واحده منهم سايبلك البلد وقاعده بعيد وبتاع، يعني خليه يعيش معاك ده بقى، يعني زي ما كلنا نقول يعني خلي ابنك يعيش معاك عشان ياخد باله منك وكده. لما قعدنا مع بعض يمكن اول مره او تاني مره، كان تاني مره يعني اقعد معاه، يعني اول مره كان مناسبه وفي ناس، وبعدين مره تانية في لقاء تاني كان العدد محدود، كنت انا وهو وابنه بس، وابنه قام. ففوجئت طبعا ان هو راح وراني ان هو الفلوس اللي بياخدها من ابنه دي كلها بيشيلها له، بيحوشها له، هو ما بياخدهاش علشان هو عنده مرتبه، يعني هو عنده معاش لانه كان شغال وعنده معاشه ومش محتاج الفلوس اللي بياخدها من ابنه، وانما هو بياخد منه لان لابد ان الابن ما انت هتفتح بيت، فلابد انك تكون قادر على انك تفتح البيت ده، لانك لو انت فتحته اعتمادا على ان ابوك عنده بيت وان ابوك عنده مرتب وتجوزت، طب لو جه الاب اختفى، اب مات وقدر الله يعني ربنا يدي العمر للجميع، هتعمل انت ايه؟ هتقعد على مثلا الفلوس اللي ابوك كان محوشها، طب وانت هتحوش ايه؟ ولا انت هتعمل ايه في حياتك؟ ما انت هتقعد على الفلوس اللي هو محوشها دي وانت ما عندكش دخل في 10 15 شهر، هتفقدهم القرشين اللي ابوك كان محوشهم وهتلاقي نفسك ما عندكش حاجه. فلابد يكون انت عندك دخل انت قادر على انك تجيبه بنفسك يكفيك شهريا على الاقل، وبعدين اي شيء بقى يسيبه لك الوالد ولا الوالده ولا كذا ده يبقى نوع من الاضافه، زي ما بنقول تاني مثلا انه ممكن يجي على هيئه المساعده، والمساعده مش ممكن تكون ان المساعده تشيل الشيله كلها، ما ينفعش يعني ما ينفعش مثلا انا اجي اقول ايه انا هساعدك في انك تشتري عربيه، ها العربيه ب 55000 خد 55000 كده انا ساعدتك، ولا كده انا اشتريت لك العربيه. ناخد بالنا ما ينفعش. فالاب كان بيحوش لابنه، الاب
دفع ابنه لانه يشتغل ويعتمد على نفسه، ولكنه كان بيحوش لابنه. الظروف مختلفة، مش إطلاق أي الحج، الظروف ممكن تختلف في التفاصيل ولكنها مش هتأثر بشكل كبير جدا. ليه هتختلف؟ اللي بيختلف واللي ممكن يأثر بشكل كبير جدا هو إن إحنا بنربي إزاي، المبدأ العام في التربية. ابن تاني أو اتنين إخوات شباب خلصوا تعليمهم، كل واحد منهم ما طلبش حاجة من الأهل، كل اللي عمله إيه وهو شغال، راح البنك لهم انا عاوز اخد قرض عشان اشتري عربيه بضمان المرتب، بقى عنده عربيه. بعدين بعد ما سدد جزء كبير من القرض بتاع العربيه وهو شغال، الاثنين اخوات بنفس الطريقه راحوا برضو البنك، الاول راح الاول الكبير ضمان بنك علشان عاوز اشتري بيت، وراح واخد البيت. وبعدين الثاني اللي اصغر منه بعد شويه عمل نفس التجربه، نفس الحكايه بنفس التفاصيل. لما رايحين يتجوزوا الاثنين دول، وهما بيتجوزوا عارفين ان والدتهم تعبانه، فواحد منهم يعني كنت بتكلم معاه فبقول له يعني ما فلانه دي اللي هي يعني واحده معرفتهم وانا اعرفها واعرفهم، فبقول له طب ما كويسه دي من سنك ممكن انك تتجوزها. قال لي لا دي ما ينفعش ان انا اتجوزها، علشان هي ما تنفعش انها تشيل مسؤوليه بيت وتراعي والدتي. خلي بالك دول عايشين في اوروبا، وهو رايح يتجوز حاطط في دماغه ان الانسانه اللي هيتجوزها تكون عندها القدرة إنها تراعي والدته. مش معنى كده إن هو عايز خدامة لوالدته ولا كده، ولا حتى معنى مثلا إن الوالدة لما هتعيا مش هتلاقي حد يشيلها ولابد هي اللي تشيلها وتحط إطلاق، لأنه هيلاقوا الخدمات الصحية والناس المتخصصة من الحكومة هتيجي وهتعمل الدور ده. ولكن هو محتاج إن الشخص اللي يقوم ده يكون الشخص البنت اللي هيرتبط بيها تكون قادرة على إنها تكون عايشة في أسرة، وإن علاقتها تكون جيدة مع والدته. هي دي التربية اللي إحنا محتاجين إن إحنا نربيها لأولادنا، وهو ده الابن اللي إحنا محتاجين إن يكون موجود. ليه؟ علشان يرعى أبوه بعد كده، يراعي أبوه بعد كده، يراعي أمه بعد كده، يقدر يقف جنب أخوه أو جنب أخته. أتمنى إن الفيديو ما يكونش طول عليكم، وأشوفكم يا رب دايما على خير في فيديوهات تانية قريب. سلام عليكم.